بص، كان في من السنابس اللي احنا خدناها اللي هي السناب رقم 3، انا بدوس وافضل دايس واطلع نوع السناب الاول، خلاص بريس اند هولد، اروح جاي ايه جايب المنيو اللي هي الصغننه دي. فانا هاجي خالد اختار 3، دي الاشكال 3 دي، 2 لاشكال 2 دي، 2 2 دي مع بعضهم يعني، طب 2 ونص مع حاجه 2 دي على الاوبجكت 3 دي. يعني ايه؟ يعني انت مثلا فرضا جايب هنا اهو بوكس زي ده كده، خلاص، وعايز ارسم عليه لاين، تمام شايف؟ او هعمل دي كده عشان يلقط معاك صح، خد بالك؟ يبقى انا كده اشتغلت 2 دي على اوبجكت 3 دي، تمام خد بالك؟ واضح. طيب كويس، الاسئله دي ممتازه على الصبح كده، ليك درجتين يا خالد، خالد طلبه صح؟ اه قول يلا كمل. طب حضرتك قلت في طريقتين برسم بيهم الابعاد اللي هي الاكس والواي والزد، طبعا وكان في حاجه ثانيه بقى حضرتك هقول كنت انت عندك في طريقتين برسم بيهم، يا اما هاجي هنا في اللاين واجي هنا على الاكس واي زد واجي ابتدي ان انا احدد نقط، يعني عند 0 0 مش لازم عند 0 0 اي نقطه انت عايزها، ويرمي لي تمام النقطه واجي اكتبه عند مثلا فرضا 100 زي المربع اللي هو طول دول 100 اللي احنا خدناه امبارح، واحد كوين، وابتدي اشتغل هنا في الاكس والواي، زيرو كوين اهي، وهكذا افضل ماشي واقول له كلوز زي ما طلعت عند محمد امبارح، والخط ايه طلع هنا كورنر بوينت لو انت تفتكر، انت لما قلت لي ده هو بيقفل بالرقم ما بيقفلش بالكلوز، دي حاجه. تمام الحاجه الثانيه انا ممكن اشتغل هنا على الجريد ازاي؟ احنا خدنا هنا من السناب، انا هاخد اثنين رايت كليك الهوم جريد، الهوم جريد بتاعتي كام سنتي؟ 25، لا والله انا خمسة عايزها مثلا فرضا 100، يا 100 سنتي، اه يبقى معنى كده ان قيمه المديوله دي 100، يبقى انا كده وانا بشتغل لاين اهي اعمل ده كده اهو، يبقى انا كده مشيت 200 اللي هي مترين، دخلت هنا متر، طلعت هنا متر، جاي هنا متر، ماشي كده 3 متر وراح، يبقى الشيب ده كام؟ 2 في 3 والكورنر ده متر كده. اه حلوة اوي وصلت؟ تمام هل كده ليك درجتين كمان؟ والله ما بهزر، دي هكتبهم بس. الله يلا. يخليك يا باشمهندس والله كرم من حضرتك. لا ده مجهودك انت، مجهود كلكم. ايه تاني؟ مهندس وانا برسم النقط يعني وكده زي في استريتور مثلا ينفع اعمل كنترول زد عشان ارجع عن نقطه معينه، لما باجي لا ارجع لا لازم الغي اه بالظبط، بالكليك. نعمل ايه بقى دلوقتي لما انت تيجي ترسم هنا باللاين اهي كده، برضه انا مشيت كده وانا ولا مش قاصد، اه بدل ما هترجع بالكنترول زد هتدوس على الباك سبيس باك سبيس مش تمام، انا فاهمني؟ كنت شويه امبارح اعيد واعمل اعيد لا واعمل عشان مش عارف. هاتيني فويس مسج على طول، ما تستنيش، شايفه تمام انا كده غلطت، هرجع بالباك سبيس يا خالد، وكل ما بترجع كل ما بيلغي لك نقطه وانت داخل الامر، تمام وصلت؟ يلا طيب كده درجتين كمان على الصبح. مين؟ باشمهندس كان عندي باي، سؤال، اول باي درجتين في حياتي في حياتك؟ طيب تمام ساعة والله. ما الكورس بدأ. طب احنا اتفقنا على طول ان الكورس ده كورس فيدباك، يعني ايه فيدباك؟ يعني انت الشرح اللي انا بشرحه ده ملوش قيمه بدون سؤالك انت او بدون شغل صوابعك انت اللي انت بتسالهوني، لان اللي انت بتسالهوني دي حاجه انت ما عرفتهاش، لكن اللي انا بشرحه ده الطبيعي. يلا ماشي بس يبقى مش كده خالد 4 وانت 2، ماشي يلا. ايه تاني؟ طب وانا مش هاخد حاجة على الصبح؟ مين؟ ادوني اي درجة. طيب أمنية ولا مين؟ لا انا مروة. مروة؟ ليك امتحان يا مروة على الصبح. لا يا باشمهندس عايز درجة من غير امتحان، لا بقى اهو. خلاص مش عايزة. طيب. طب انا مروة التانية كان عندها سؤال بس. قولي طيب. دلوقتي انا لما جيت رسمت الارش امبارح اه. لما انا كنت يعني رسمته على مرحلتين وعملت له اتاتش ما عمليش اكسترود غير من الحروف بس. صحيح، انت خدتي انت اتفرجت على الفيديو صح؟ طيب تمام. فانا يعني ما فيش طريقة ان انا مثلا ارسمه على كذا مرحلة بحيث ان انا لما اجي اعمل له بدون اتاتش اتاتش؟ يعمل لي اكسترود لكله. بدون اتاتش ولا لازم اتاتش؟ لا بالاتاتش يعني على حاجه اساس ان لازم، انا رسمته حاجه على كذا اساسيه، مرحلة. لان انت خرجتي من الامر. يعني بص، احنا اتكلمنا في ايه المره اللي فاتت او امبارح؟ اتكلمنا في انت لما بتيجي ترسمي لاين اهو كده انت جوه الامر، واقدر ارفع الكتله زي ما احنا خدنا، لازم هنا يقولك هنا كلوز. طب انا جيت هنا خدت اللاين اهو كده حلو وخرجت، او تعالى نرسم حاجه كده، بس الحاجه دي احنا لسه ده اللي هو شرح النهارده. انا هاجي هنا اهو كده هروح جاي راسم السكشن بتاع الكورنيش شايفه، ورسمت سكشن بالتبعيه ان انا في عندي مجموعه من الشيبس ثانيه مختلفه، انا كده خرجت من امر ورحت رسمت هنا كمان، شايفها؟
هاجي هنا كده خالد اروح جاي هنا عامل ارك مثلا كده، هاجي هنا كده اروح جاي راسم لاين، هتلاقي ان الشيبس دي عباره عن مجموعه من شيبس مختلفه، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش اروح اعملها اكسلود كده، ان هو دولت عباره عن مجموعه شيبس ما لهمش ايه اتفاق مع بعضهم، او هم مش متصلين مع بعضهم، او ما هماش بول لاين. طب انا هعمل ايه؟ الكلام ده اللي احنا بنشرحه النهارده. انت مضطره يا مروه هنا امسك الشيب واجي اقول له هنا اهو امر اللي هو اتاتش لو سمحت، يعني ايه لو سمحت؟ يعني خد لي التعديل ودولت معاك في التعديل كمان. بعد ما انت جيت خدتهم انا مضطر ان انا اروح اعمل لهم حاجه اسمها جوين، او بالنسبه هنا في الماكس اعمل لهم حاجه اسمها ويل. ويل دي اللي هي لحام نقط، اللي هي دي لحام النقط كلها مع بعضها. خلاص هو كده بقى اوبجكت واحد جاهز ان هو يتعمل له اكسترود من غير ما يطلع مفرع او سيرفس. متاح ليك تمسكي متاح ليك تمسك النقط كده وتعمل لهم حاجه اسمها فيلد، ودي هناخدها برضك النهارده، اللي هي تروح تكسر الحروف دي كده. خلاص انت كده بقيتي جاهزه جدا ان انت تروح تعملي هنا ايه اكسترود. شكرا اهي اعتبرك، وترفعي الكتله بتاعتك تبقى مجسمه بدون الخطوتين اتاتش ويل دي، استحاله تعرف تطلع الكتله دي. انا فكرت اتاتش بس يبقى كده كله مع بعض، كان ناقص ويل. ويل اللي هي جوين في الكاد. وصلت؟ تمام. ليك درجتين يا مروه. مروه ايه؟ بجد؟ مروه عبد العال. طيب يا باشمهندس اديني اي حاجه يا باشمهندس درجات. يا جماعه اللي عايز يسال يسال. اسال. طب يعني اسال. طب اي سؤال؟ طيب ايوه اسال. اي ياخد لي درجات؟ انا ما عنديش اسئله دلوقتي. ليه؟ انت اشتغلت عليه امبارح؟ ما عملت اللي حضرتك كنت بعته لنا نشتغله. طب في حاجه من القديم؟ وهو انا المشكله الوحيده اللي قابلتني ان وانا بس بعمل الديزاين اللي حضرتك قلت عليه. يعني هما كانوا مشكلتين، اول مشكله ان انا الفي ري عندي ما كانش متسطب. طب انا عايز اعزمكم في حاجه زي كلام مروه كده، انا محتاج منكم ان انتم تسطبوا الفي ري عشان يبقى حاجه زي ما نتاخرش ولا ثانيه. اوكي قولي كمان. انا سطبته بقى امبارح وعرفته وكل حاجه. بس لما باجي افتح الملف بقى، الملفات اصلا برضو بيجيبها لي بلون جري مش اللون الاصلي بتاعها. تمام. بصي انت مش محتاجه غير حاجه واحده بس، وانت بتعملي فايل امبورت تجيبيها هنا كالر، خدتي بالك؟ لان انت لسه ما خدتيش ماتيريال، انت محتاجه ان انت تدخليها كالر. فاكره اللي هي فايل امبورت والويندو اللي بتطلع منها، تختاري بدل كلمه لاير تختاريها كالر. يعني انا لو اخترتها كالر يعني. طب انا ما ينفعش بعد ما كنت حطيتها في ملف اصلا 3 دي ماكس؟ ينفع. تروحي انت عامله ايه بقى؟ بصي هتروحي انت جايه هنا كده، انا هشغل الشاشه اهي. اللي عندك مثلا ده اوبجكت اهو، انت بالك سواء كان 2 دي او 3 دي اهو. تمام. في حاجه اسمها ماتيريال، الماتيريال اللي هي دي هدوس وافضل دايس واخد اول واحده، وهتلاقي في مجموعه كور كتير. كل اللي انت هتيجي تعمليه هتاخدي اي كوره من هنا دراج على اللي انت عملتيها بره. يا بص هاخد دي كده دراج كده على بره، شايفه؟ تمام. لحد ما ناخد الماتيريال اللي هي اي واحده فيهم. بالنسبه ان كان في زرع وحاجات، فهو الزرع لونه اخضر والقاعده بتاعته طبعا لون تاني، فانا كده هقسمهم بقى. يعني انا كنت عاملهم جروب. لا هتروح تعمل ان جروب فافكهم واعمل كل حاجه لوحدها. صحيح. وصلت ولا لسه ما جمعتهاش؟ نعم. وصلت ولا لسه ما جمعتهاش؟ تمام. بس انت سكتي وهله كده، فمعنى كده انت بتفكري في حاجه. لا هو انا بس انا بفكر في حته ان انا بقول لحضرتك يعني افك الجروب واشتغل كل حته لوحدها، صح؟ طب في دي واحده بس، اللي انت بتتكلمي عليه ده 2 دي ولا 3 دي؟ لا 3 دي. حلو. ال 3 دي بتاعك اهو اللي انت عاملاه دي الاوبجكت بتاعك. خلاص؟ خلاص وانت رحت عملتي جروب للاوبجكتس دي كده كلها، صح كده؟ لو انت جيت اديتي الماتيريال من هنا، بص احنا هناخد هنا اي كوره من ضمن الكوره وارميها عندي كده، يقول لك هنا اساين تو ايه؟ تو سيلكشن. ولا اساين تو ايه؟ اوبجكت. حلو. لا انا هقول له اساين تو اوبجكت. شكرا. تمام. يبقى كده راح لون الاوبجكت داخل الجروب تاني. هروح جاي ماسك دي كده اهي اساين تو ايه؟ تو سيلكشن. طب شكرا. تاني اهي انا واخدها كده على دي اساين تو ايه تو اوبجكت. ماشي وصلت؟ تمام. ده غير طبعا ان انت تقدر تعملي هنا ان جروب، تقدر تعملي اوبن جروب، اقدر اعمل اكسبلود للجروب وهكذا زي ما خدنا امبارح. خلاص تمام. اوكي شكرا يا باشمهندس. كده ليك درجتين بس. في ملف فتحته كويس الحمد لله. اسمها ايه؟ السؤال جاب لي درجتين. اسمي ايه؟ انا مروه محمد. اوكي
ايه تاني؟ في ملف فتحته يا باشمهندس اه كان ثابت، ما كنتش قادر يعني احركه لا يمين ولا شمال ولا اي حاجه ولا اتحكم فيه. ممكن تبقى تهيسه بس منه، ان هو مش معمول له لوك ولا حاجه، هو بطبيعه الحال انت تقدر تلف وتقدر تحرك زي ما انت هو حاجة. كان في الفرونت، كان في الفرونت ثابت يعني اكنه يعني صوره كده. بص ما فيش حاجه او ما فيش اوردر يثبته له، هو ثابت من هنا او ثابت من هنا، ما فيش حاجه اسمها ثابت الا اذا كنت انت عامل له لوك او عامل له فريز. لا ده انا محمله اصلا. طب انا ممكن احاول افتحه انت جايبه من النت، خدت بالك؟ ممكن بقى يكون هو معمله لوك يعني ان هو ما يتحركش من المكان، وارد. طب الحاجات الميسنج اللي هي بتبقى صور هقول لك دي بتبقى الميسنج مش صور، انا بتكلم انت بتتكلم صور الميسنج اللي هي اللي بتجي لك في ويندو كده. وانا بفتح هقول اصلا لك فايل بيجيب لي ميسنج حاجات او من اه او السيرفر بتاعت جي بي جي. ما انا هقول لك، او ان انت تكون عامل حاجه وتروح تديها لحد من زمايلك ويجي يفتح يقول لك ميسنج فايل. الكلام ده اللي هو عباره عن ايه؟ انا فرضا معايا مثلا فرضا ادي اوبجكت حلو، والاوبجكت ده انا رحت اديته ماتيريال، الماتيريال دي اللي هي عباره عن صور، هي الصوره دي موجوده عند مين يا خالد؟ عندك صح؟ تمام ايوه. فانت رحت جبتها من هنا ورحت اديت له ماتيريال زي ما احنا هناخد في الماتيريال، فانت عملت هنا فايل سيف وطلع الفايل عندك على الديسك توب من بره، ورحت واخد الفايل ده مديه لصاحبك صح؟ تمام. هيجي يطلع الفايل ده يلاقيه ميسنج ليه؟ لان انت ما خدتش اصل الصور اللي انت محمل عليه كماتيريال معاه على الفلاشه او على النت او على الايميل، يعني لان الصوره عندك فين؟ على الجهاز بتاعك انت. تمام ما مظبوط. حلو، طب تعمل ايه؟ هل ليها حل؟ اه طبعا. هتروح انت جاي اعمل ايه؟ بعد ما تخلص شغلكم خالص انا باجي بقول له هنا من قائمه فايل وروح اعمل له حاجه اسمها اركايف. اركايف دي بتروح تعمل باكجين كده للايه؟ إيه؟ للفايل بتاعك، بتاخد الفايل بمشتملاته سواء كانت ماتيريال سواء كانت اوبجكتس ما جايبها من بره، هو ملوش علاقه. يعني هاخد ده كده اقول له هنا اركايف اهي، واقول له لو سمحت احفظها لي عندك على على السي مثلا او على الديسك توب، واقول له هنا سيف لو سمحت. طب ايه النتيجه؟ بعد شويه كده هتلاقي ان هو عمل لك فايل مضغوط، فين الفايل اللي هو ده؟ طب ده فيه ايه يا خالد؟ فيه كل ما يشتمل او كل ما يتعلق بالفايل ايا كان موجود، على السي بقى على الدي على الاي، هيروح عامل لك الفايل الماكس ومشتملاته، سواء كان فيه ماتيريال، سواء كان فيه كذا، سواء كان فيه حاجات اكسسوارز من بره وهكذا. انت معايا كده؟ حلو تمام. طيب استنى، انا في عندي مشكله، انا الكلام ده بجربه من الملفات اللي انا جايبها من اللي انت اديتها لنا، انت نزلتوها او لا؟ انا شايف انت في حاجات كتير نزلتها وبرضه بتديني بتديني ميسنج فايل. يا راجل ازاي يعني؟ يعني ده ملف من ضمن اللي انا جبته بتاع امبارح اللي هو الموجود في المكتبه، وجيت هنا كده عملت له فايل اوبن. لا تعال نعمله هنا فايل اوبن، عايز اعمل هنا فايل اوبن اهي. اهو في 110 اعتقد، انا فاكره من امبارح يعني. فوق على اليمين. فوق على اليمين اه. حلو؟ اهي. بص كده. هو فين؟ مكتوب 3 دي ماكس 7، واحنا بناخد 3 دي ماكس 7؟ لا احنا بناخد 3 دي ماكس 18 او 19 20. طب تمام. ارت ماتيريال وودز مش عارف ايه. ده الباص يا جماعه ده مش عندي خالص. ليه بقى؟ لان الكتله اللي هي معموله على النت او اللي احنا جبناها من المكتبه صاحبها او اللي عمل المكتبه ده الباص بتاع جهازه هو. شايف؟ اه المسار بتاع الصورة عنده هو. اه اعمل انا ايه بقى؟ كل اللي انا هاجي اعمله ان انا هاجي يا اما اقول له هنا براوز، او من البداية خالص اكون انا جاي معرف الصورة. طب لا انا مش فاهم. تعالى نجيب، لو حد فاكر ان السرير ده كان موجود فين؟ في المكتبة فين؟ حد فاكر؟ كان موديل كذا. هي في ارك موديل بس مش فاكر كان اسمها ايه. اه تعالى نجيبها، اعتقد هي هنا. اعتقد لو حد شاف السراير هذه دي او دي او دي، هي اهم حاجه على فكره البي دي افات دي، ان البي دي افات ده الدليل بتاعك انت بتشتغل فيه طبعا. دول حضرتك البي دي افات دي حضرتك تقريبا ما كنتش رفعتها. لا انا رافع كل على فكره، بس انا بفكر ارفع تاني المكتبه ان هي، لان انا بلغتها زي ما حطيت لك. حلو ادي السراير اهي. وفي يا باشمهندس بي دي افات زياده عن الملفات اللي معانا. بص مش هي دي، في ملفات زياده؟ اه في بي دي افات زياده وما فيش الماتيريال بتاعتها، فما عرفناش نكمل بقيه الديزاين. لا نتكلم ونتناقش في الموضوع ده، لان لازم احطها النهارده كده اشوف فيها ايه، يعني لازم اظبطها. يعني المهم جدا مش عارف حد اشوف حد فيكم اديه له على هارد، مهم جدا. اوكي بقى احنا رفعتهم يا باشمهندس معظمهم. هما كام واحد يا خالد عندك؟
هما 173 بس في حاجات ناقصة في النص، يعني مثلا حاجة و60 مثلا في رقم مثلا بس هما مش واحد. 173، هما 100. لا 173 ملف بي دي اف، والملفات اللي هي المحتويات بقى بتاعتهم وكده لغاية 73 بس، وفي لا أصلا حاجات في النص مش موجودة. طيب لا انا رافع بقى ال 173، انا مش عارف يعني ايه 173. هي نشوف فوليوم. هو 100 ثواني، ما انت امبارح لما صورتها كان 173 ملف بي دي اف بس، اللي هو طب شوفوا اللي مكرر اه ولا، لان هم اللي موجودين المكتبه كلها هم 99 ملف. لا مش مكرر، حضرتك شوفها يعني، هو عبد الرأف مش حضرتك ممكن مكررين. لا تبص عليها طب برضه. ابعت لي اللينك دلوقتي انا. طيب ماشي حاضر. بص عشان بس ما حدش يتوه، انت عندك الفايل ده كان 110 وفوليوم 11. ماشي تعالى نطلع كده، فين هنا هو الفوليوم ايه رقم 11 صح؟ عشان انا بنسى، خليك معايا ادي 11 وهو كان 100 وكام؟ 110. هو بيديك هنا الفوليوم بتاعتك بالماتيريال 210 بص اه هنا مش مدون بالماتيريال، فانت هتخرج ده بس، يعني هو حاطط لك الشكل ده مش بالماتيريال، في بعض الحاجات بتنزلك بالماتيريال بتاعتها. طب انا اه ماشي فعلا في حاجات اه بتبقى نازلة كده في فولدر اسمه تيكتشر وفولدر تيكتشر تاني اسمه اه نازله سكيتشر. معاه تيكتشر اه طبعا. تروح انت جاي معرفه ازاي بقى؟ جوه 3 دي ماكس هنا عشان تعرف الكتله بتاعتك دي بالماتيريال الجديده، هتيجي عندك هنا ايه؟ كاستمايز هتلاقي في عندك حاجه اسمها اللي هي كونفيجر يوزر باسز. مش فاهم، انت هنا بتقول له ان في اكسترنال فايل موجوده في المكان الفلاني، فانت كل ما عليك ان انت تيجي هنا تقول له اد الباس، تقول له لا والله هي لو سمحت هي موجوده في المكان ده، في المكان ده يا دوبك انت بتدله على الباس الجديد. ولازم اكون معايا؟ حاططها بنفس الاسم. لا هي ايه دي، انت مش هتحط الاوبجكت، انت هتعرفه على العنوان الجديد بس، عشان لما يجي يفتح الماكس ويخش يروح ينادي على الماتيريال يروح مركبها. اه تمام. انت فاهمنا يا صديقي؟ انت فاهمنا يا جماعه؟ بس الصور اللي المفروض زي ما هي ما بيتغيرش اسمها. لا لا الصور زي ما هي، انت يا دوبك هتعرف لها، هتعرفه مقاسها مكانها بس. يبقى انت هو كده انا من هعرفه كاستمايز مكان ال يعني مكان مكان الملف اللي جديد. انا فاتحاه منه. اه يعني انت جيتي خدتي من خالد المكتبه، خالد تمام. جايبه من على الهارد ديسك الاي، انت ما عندكيش اي، فانت تيجي بس تعرفيه ان انت هنا الباس الجديد اللي عندك انت في البيت اللي هو اكسترنال فايلز اد ان هو موجود على الدي، انا ما عنديش اي ما عنديش اي، او موجود جوه كذا. تمام. وصلت البتاع دي مهمه قوي، ده هتوفر عليك كتير قوي. انا بس لو لقيت هنا في حاجه فيها ماتيريال كنت انا وريتها لك. هنطلع كده اهي، دي البي دي افات كلها اهي لحد اخرها، هي موجوده كامله من 1 لحد 99. خد بالك؟ تعالى نشوف لا احنا يعني. بقى معناش كل ده. لا بعد ما هشوف لكم حل كده وابعته لكم ان شاء الله. خلاص تعالى نشوف اهي. بص كده خالد ايش مابس لابس اه، تعالى بقى نشوف اي واحد من اصحابنا دول، اي واحد يعني كده مثلا اخد ده وتعالى نفكه. اه ده هو مفكوك وليه فك، مش هفك رقم واحد ومش عارف رقم واحد طبعا ايه، حاجه اقول هنا اكستراكت هير وكل لو سمحت على الديسك توب. خلاص بفك رقم واحد، هرجع هنا جوتو بيرنت وهمسك دي كده اكستراكت 2 وفكها برضك عندك على ايه؟ على الديسك توب. مش عارف هيفكها لي بقى متفرطها ولا هحطها لي جوه فولدر. لا هحطها لي جوه فولدر، شايفها؟ ايوه طيب تعالى نشوف بقى فين الفولدر رقم واحد اهو. حاجه اقول له هنا كده اكستراكت هير لو سمحت. 001 هتشوفه طلع فين؟ انا هنشوف اه طلع على الديسك توب فوق خالص مكان اه حضرتك. هروح جاي كده وراح جاي عامل هنا كده خالد فايل اوف. ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه كل ده؟ ايه كل ده؟ شايفه؟ والله طلعت بالماتيريال يا ابن حلال يعني. طب هتروح انت جاي عامل ايه بقى؟ دي اللي فيها الماتيريال، شايفه؟ طب انا هروح اعمل ايه بقى؟ هروح جاي هنا كده من جوه 3 دي ماكس واقول له هنا كاستمايز واقول له هنا كونفيجر يوزر باسز اكسترنال فايلز اد، واقول له هنا على الديسك توب اهي فين مابس مابس عندي صح في الام كده اهي. خلاص واقول له هنا يوز باك بس ودي ماتيريال يوز. خلاص هو حافظ فين؟ يبقى انت كده لما هتيجي تعمل ستارت لي خد بالك هيروح حاطط لك اي حاجه من الفوليوم ده موجوده فين؟ في الماتيريال بتاعك.
طب هنا يا باشمهندس لو انا غيرت مكان وبعدين او اي حاجه طبعا هيجي برده ميسنج ده صح؟ لو ايه فهمت؟ لو انا غيرت مكان الفايل ده او طبعا طبعا مش هيطلع لي ماتيريال. طبعا ما عشان كده ايه تبقى انت خلي حاجه في مكانها وتبقى انت عامل ليكي باص يحتوي على الصور كلها، ده انضف واسهل واسهل بدل ما كل شويه تعملي دوبليكيت للحاجه. وصلت؟ تمام. ابعت لحضرتك اللينك على الواتساب يا باشمهندس. اوكي تمام. مين عنده سؤال تاني؟ يلا كويس. درجات عماله تتحسن. سؤال في علاقه بين الاستريتور والثري دي ماكس. ما هو ده بقى اللي انا فاتح الاستريتور، لسه فاتح الاستريتور عشان حتى ممكن تلاقي الدنيا ايه متقله شويه عشان اوريها لكم يعني. حالا دلوقتي. كده انتوا كده براءه؟ في مشكله عند حد؟ باشمهندس معلش اخر حاجه. قولي براحتك. وانا من غير معلش ومن غير اخر حاجه. وانا بعمل امبارح جايبه حاجات جاهزه وكده، بس وانا بضيف اللي هو التكشر بتاعهم ليه عدد معين، فانا عايز اعرف ازاي اضيف حاجه. ممكن اعمل لحضرتك شير عشان بس اوري حضرتك؟ طبعا اعملي شير. بس انا اقول لك حاجه دلوقتي، انا عندي هنا اهو كتل كتير قوي حلو، وانا التكشر اللي انا حاططها او عدد الكور اللي احنا هناخدها في الماتيريال، احنا لسه ما خدناش ماتيريال، الماتيريال لسه قدامنا كمان حوالي اسبوع جاي اللي بعديه هنبتدي فيه، ان احنا عندنا الاسبوع الجاي اللي هي الكاميرا واللايت والحاجات دي. المهم فانت عندك هنا الكور عددها كلها 24. لما نيجي ناخد ماتيريال، طب انا عايز ازودهم، في عندي هنا حاجه اسمها الادفانسد ماتيريال. طب دي اللي هي فيها ايه؟ انت ممكن تروحي تحطي اي عدد من الكور والماتيريال اللي على مزاجك، وبالذات شغل ديكور بالذات عشان شغل التفاصيل الصغيره. بيبقى مسموح لك انت هي نفس الويندو لما نيجي ناخدها، بس انت هنا متاح ليكي تحطي اي عدد من السفيرز، مش 24 بس، براحتك بقى. ان شاء الله مليار كور. وانا قعدت العب في دي برضه وحاولت اوصل لحاجه مش معرفتش احط. هي بس انت عارفه انت دايسه ماتيريال شويه؟ لا انا اول مره استخدم ماكس، انا مش عماره اصلا. طيب بصي هي الميزه بتاعتها دي ان انت هنا تحطي اي عدد من الكور بس يا خالد ما يهمش 24. حطي براحتك بقى عشان تفاصيل الصغيره. مش قصدي كده يا باشمهندس، انا مش قصدي كده. طب قولي بقى انت قصدك ايه؟ طب معلش يعني هعمل شير؟ ايوه اعمل شير. هو كده ظهر صح؟ انت عامله ده؟ انا عملته امبارح وتعبت فيه جدا يعني، بس ديك 5 درجات. اسمك ايه؟ مي محمد. باشمهندس انا عملت واحد بس ما عملتلوش ارضيه، والحيطه بتاعته طالعه معايا كلها، والحاجه طالعه لي جراي يعني. كنت عايزه التلفزيون ما لقيتش تلفزيون حلو. طب دي واحد. مي محمد؟ دي واحده لسه 2 من شويه. انا اصلا يعني الاسبوع اللي فات كله اللاب كان بايظ، ما كنتش باخد اي حاجه. كده انت ليكي 7 درجات على الصبح. ماشي استني بقى خليني اتفرج، وبعد كده خدي لي برين سكرين وابعتي لي دي على الواتساب. انا يعني انا تعبت فيها بجد عشان اعمل التكشر والحاجات دي. خدي اهو ماشي. انا هنا كنت بضيف عشان اجرب الحاجات وكده، بجيب صور من على النت وايه بحطها، بس هم كلهم خلصوا، فانا ساعات لما باجي اعمل حاجه ثانيه ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. امسحها. تعالي بقى من غير ما تمسحيهم ولا حاجه. تعالي بقى دوس على الماتيريال اللي هي اللي فوق اللي انا قلت لك عليها. هي فين هنا بقى؟ اللي فوق يخش يمين. انا كنت بقول ايوه دوس في بارادايس. ايوه خد بس استني، هتلاقي في عندك كور من تحت ظهر زي الويندو اللي انا طلعتها كده بالظبط. دي كور دي اللي انت مستخدماها. اعملي ديليت كده. ادي كلوز. اصل الرصه اللي انت شايفاها دي كلوز برضه. ومش عارفه ليه بيعمل كده. ما عشان ده حاجه اسمها ده الريندر اللي هو اي ار تي لسه ما غيرناهوش. كلوز. ماشي. بس كل اللي انت السطر اللي انت شايفاه ده دي المكان اللي انت حطاها. شايفه ده؟ ايوه. هتلاقي في عندك مش عارف انت شايف الماوس ولا لا. ماشي. طيب كل السطر اللي انت حطاه ده كده فهو ده المكان اللي انت حطاه. طب انا عايز احط زياده، انزلي بالويندو دي كده تحت خالص. وهو دوت اللي انا كنت بكلمك فيهم اللي هم ايه كوره يعني. طيب اروح جاي واخد هنا اي كوره او حاططها زياده. هتطلع لي بقى بره الكره دي هتبقى بره صح؟ حطي بقى اي عدد بقى من ماتيريال زياده او اضافيه على اللي انت عايزاه. اهي هتبصي كده عندك على جنب، لو دوس عليه بقى بصي كده من فوق. انا الجهاز بس بتاعي بيه. لا لا براحتك. من ساعه الفي ري. لا لا براحتك. بص كده اللي هيطلع هنا ادي الماتيريال، هو ده مش فيري ده فيزيكال ماتيريال. مش ماشي. خلاص وابتدي ان انا اخش اجيب ماتيريال وابتدي ان انا اجي اركبها واجي اقول له هنا اساين وشوف، هتلاقي في هنا من ضمن الاوبشنز اهي ادي اساين اهي وادي شو
هي هي بس هنا امكانيه اضافه اي عدد من الماتيريال لا نهائي براحتك. تمام ماشي تمام شكرا. الله ينور عليك. كده الشغل ده 7 النهارده باشمهندس. عوض اللي انا عملت اللمبه اللي عوض وانا معاك. مش الحاجات دي لسه هناخدها؟ تقول ايه يا زيكو؟ الحاجات دي لسه هناخدها صح؟ ان شاء الله. باشمهندس حضرتك قلت تقريبا مش شرط نلتزم بالتاسك، بس انا عملت حاجه تانية يعني الصراحه. يلا قولي. عملت موديلنج الحاجه بنعملها يعني. قولي. الله عليك. بس القبة هنا دي ابروف كده. ابروف يا ما كانش فيه الطلعه المعنويه دي توروان امبارح. يعني والله سهرانه فيه وقعدت غيرت على الكاد بلايرز بقى عشان يظبط، ومكان المكنه بتاعته تحت مفتوحه وكل حاجه. الله عليك والله. والله تسلم عليك. بس القبه واحده بس الاول اعملي تبقى اعملي برنت سكرين وارفعه لي دلوقتي على الواتساب. حلو. كانت ليك 5 درجات كمان. ثانية دي كويس. انت عامل ليه البيت كمان؟ عاملاه ده كده خلاص تفصيل يعني. انا عاملاه كاد وصدرته. طب حلو حلو قوي. الله ينور عليك. أمية جلال أحمد المطنس كده. دي أول 5 تغذية النهاردة الحمد لله. بس يا باشمهندس القبة أنا بتكلم من يعني أنا عاملاها على الكاد كانت كيرف، هنا عملت يعني القبة اللي فيها الهلال متكسرة مش سموث خالص. مش عارفة هتروح أنت عاملة إيه بقى؟ الشيب ده لو أنت جيتي هنا كده من موديفاي هتلاقي المفروض في أمر هناخده النهاردة اللي هو اسمه إيديت سبلاين. خدت بالك؟ هو عاملها بحاجه اسمها ايديت بولي. انا جيت اعملها بالايديت بولي برضه ما عرفتش اظبطها ازاي. ايديت بولي لا مش حلو. المفروض وانت بتدخلي الشكل المفروض في عندك هنا حاجه اسمها ايديت سبلاين. طب انا دلوقتي خلاص جبته من كاد ومش راضي يتعمل، مش راضي يتعمل كده. انت فاكره لما جينا بندخل اي حاجه من كاد على 3 دي ماكس امبارح كنا لو 3 دي اكيد ان انا اعمل ايه؟ ازود نقط تقريبا. لا ازود السموث انجل الخارج. لو انا جيت دخلت حاجه 2 دي فبزود الكيرف ستابس لو حد فاكر. ايوه شوف. خلاص طب انا ما زودتش دي ولا دي. تعال نشوف كده هنا فين هتلاقي في عندك دي حاجه زياده برضك لسه احنا هناخدها اللي هي برضك الاسبوع ده اللي هو حاجه اسمها سموث، بس دي بتزودك كميه سيجمنتس رهيبه. عملته ايوه بتعمله كده لان انت عندك عدد السيجمنتس قليل. لو انت عندك اصل الفايل ده كاد هتبقى احسن. عندي بصي شايف حاجه؟ اه امر السليت ده اللي هو بيزودك سيجمنتس في الاسطح. بص لما تيجي تعمل هنا سموث هيضرب. انا جيت عديته موديفاير سموث لقيته عمل لي مش عايزه كده، انا مش عايزاه يبقى سموث من الحواف. طب اوكي بص هتعالي هنا كده ونديله هنا سموث فقط. بس انت ليه ما زودتوش وانت مدخله على الكاد؟ انا عاملاه على الكاد، ما هو على الكاد كيرف يعني زي التانيين معرفش ليه ده دخل كده. مش احنا خدنا امبارح اللي هو ان انت لو 2 دي تزودي ايه ولو 3 دي تزودي ايه؟ طيب التانيين دخلوا عادي من غير ما ازود وطلعوا زي ما هم كده سموث، لكن دي اللي عملت كده مش عارفه ليه ودخلت لي اديتابل مش سبلايم. طب دوسي كده عندك هنا اس ام. هو اس بس لان انا 2014 فما بيرضاش. طيب كده كان لازم يزيد من جوه. خلاص هدخلها بالكاد بقى زي ما حضرتك بتقول. لازم يزيد من هناك. خدت بالك؟ يعني لازم يزيد وانت داخله فايل امبورت زودي هنا الايه الكارف ستابس او الايه او السموث انجل. تمام. طب ايه تاني؟ بس يعني وانا بعمل وكان اصلا المفروض في حاجات حفر بس ما عرفتش اعملها حفر فعملتها بارز على ما اخد الماتيريال. عشان هتحتاج ماتيريال تقريبا يعني. هتلاقي في عندك حاجه اسمها ماتيريال، في حاجه اسمها بامبو ديسبليس هتظبطك الدنيا برضه. انا هاخدها طبعا تفصيل. بس تسلم ايديك قوي وبعتهولي كده برنت سكرين. يلا. ماشي يا باشمهندس. الله ينور عليك.
باشمهندس، هو انا برضو كنت عامله حاجه بس هي مش كامله بقى بسبب ورين. اللي كان باقي بي دي افات ما كانتش جاهزه، طب ورين. يعني حاولت اعمل حاجه بسيطه بصراحه. الله مش الله قوي، لا هو مش الله خالص اصلا. لا يا شيخ حرام عليك، دي واحدة. لا والله يا باشمهندس، كنت حاطه في دماغي، يعني انا فتحت الاول البي دي افات كلها وكتبت بقى كل حاجه عجباني وظبطت الديزاين وكل حاجه، بس طب انت كان في الكلام ده حاجات بقى بعتلوش ليه طيب؟ انا بعته والله في الجروب. طب دي واحدة، دي اديتيني ابروف صح؟ ايوه بعت في الجروب وما كنتش، وحتى خالد رد عليا ساعتها عشان كان باقي الافات، قال لي طب يعني قعدت اشوف الارقام عندي وعنده على اساس ان انا يكون عندي اللي ناقص، كان نفس الاعداد فين اللي الأرضية؟ عندنا. فين الأرضية يا منى؟ ما هو انا ما لقيتش السجاد والحاجات دي، فعملت بقى بلان بس حاولت بقى ان انا صح؟ اجيبها اللون اللي في وتركب عليه الستاره، ماتيريال. لا وتركب عليه ماتيريال صورة. ما لقيتهمش خالص. لا أنا هديكوا فولدر برضك حلو النهارده. ما هي دي بقى الفكرة، فأنا قلت بدل ما أسيب الأرضية فاضية قمت حطاها لا عاملاها لون. أنا بتكلم على الأرض، الأرض نفسها اللي هي دي. اه لا ما لقيتهاش خالص، معرفش. لا ترسمي بلان. عشان ما الناس تطلع من السجادة ما تقعش. اه اوكي، دي كده درجتين. وكنت مظبطة. او تكمله لي وتاخدي الخمسه النهارده في البريك، يعني خلصيه البريك وبعد وخلصيه وتاخدي الخمسه. لا يا باشمهندس انا النهارده، انا قلت لحضرتك استأذنت ايوه لحضرتك ايوه تفضل امبارح. محمد. طيب اوكي ماشي، خلصيه برضه وانا شايل لك الخمسه. بس استنى ايه، ابص على بقيه الحاجه. نسب حلوه وشكل حلو جدا، رائع بصراحه. وعلى فكره مش مجاملات، انا بكلمك في حدود ما احنا خدنا. هو انا بصراحة هو مش عاجبني، بس اللي هو يعني لا معلش احنا ما خدنا ايه من يعني الكلام ده؟ لا هو لسه. الله ينور عليك استاذه. والله الله ينور عليك يا ماما. طيب تعمل ايه ورونا؟ تمام هكمله النهارده بقى بعد طيب الظهر وهبعته ماشي، لحضرتك. وانا مستنيك بس برنت سكرين لحد كده وابعتهولي. حاضر. ايه تاني؟ انا شايف بقية الناس يعني فين اسلام وفين زيكو؟ هو موجود يا باشمهندس. طب فين يا حاج؟ انا التاسك التاني اللي عملته بس عملت الاولاني بس يعني ما فيش لحد دلوقتي، لا ما فيش يعني استفسار مني صراحة، يعني كله تمام طيب. صراحة الحمد لله. طب فين محمد سيد؟ يا باشمهندس لسه ما صحيتش؟ لا انا صاحي من الساعة 9. طيب بص، احنا لحد ما احنا جينا اتكلمنا او خدنا امبارح يا دوبك خدنا اللي هي موضوع اللاين، واتكلمنا ان احنا نروح نشتغل على اللاين او 2 دي، يمكن ما دوسناش قوي يا دوبك خدنا اللي هي ايه البارامترز اللي هي موجوده جوه اللاين، ودي كانت حاجه في منتهى الاهميه اللي هي انواع النقط. لو حد فاكر اللي هي كورنر وسموث وبيزير، بيزير كورنر لو حد فاكرها. فاكرينها يا باشمهندس. طب تمام كليك يمين اللي هي رايت كليك، بس احنا لسه ما خدناهاش برضك، احنا خدناها امبارح بالحب. لو انا رحت مثلا فرضا ان اهو، ودي حاجه مهمه قوي دلوقتي، رحت على رسمت اللاين ده كده وحبيت اعدل فيه، هعدل فيه منين؟ احنا اتفقنا ان انت عندك التعديل على اي اوبجكت انا بجيبه عندي هنا من موديفاير، بتلاقي فيه عندك هنا اللي هو اللاين. اللاين هتلاقي جواه ايه؟ السهم ده اللي هو فيه المحتوى او الكونتنتس اللي هي بتاعت الخط اللي انت رسمته او الشيء اللي انت رسمته 2 دي، اللي هو الفيرتكس اللي هي النقط اللي انا كنت باجي ادوس هنا عليها رايت كليك واختار نوع النقطه واحولها. لو حد شايف حد معايا ولا فين؟ اهي واجي هنا بلو اهي، يبقى انا كده رايت كليك بختار نوع النقط، وانت واقف هنا على ايه؟ على فيرتكس. طب سيجمنتس اللي هو الخط الواصل ما بين نقطتين. طب اس بي لاين الشكل اللي هو كله. طب تمام، ده بالنسبه لمين؟ لللاين. طب هل ينفع الكلام ده؟ السؤال البديهي بقى، هل ينفع ان انا اروح اعمل الكلام ده عندي هنا على اي شيب تاني؟ لا. ليه؟ لو دخلت على موديفاي هتلاقي مين؟ اصل الاوبجكت بس وادي البارامترز بتاعته. حد معايا ولا فين؟ طب اعمل ايه؟ هروح جاي هنا كده واروح جاي طالب له امر اسمه ايه؟ ايديت اس بي لاين. ده اللي كنت بتكلم عليه مروه من شويه او امنيه من شويه. بيعمل ايه اس بي لاين؟ انا جبته عشان الاقي الثلاث اختيارات دول اللي هو فيرتكس وسيجمنت اس بي لاين. الملحوظه محدش يروح يجيب لللاين امر ايديت اس بي لاين، اللي هو كده كده باي ديفولت اصلا موجود جواه. اي اوبجكت تاني محتاج امر ايديت اس بي لاين للتعديل. حد معايا ولا فين؟ ده باي ديفولت موجود جواه اللي هو اللاين. الشيب ال2 دي لازم انده له ايد سبلاي.
حد معايا؟ عشان دي مشكله. تمام. طيب يبقى اللاين هو الاوبجكت الوحيد اللي مش محتاج امر تعديل. ايوه طب بس انت في عندك مشكله، انت بتقولي امر تعديل ممكن اجيبه لاي شيب واللاين ما اجيبلوش، وهي هي نفس الاوبشنز من جوه. طب افرض ان انا حبيت اروح ارسم حاجه، حاجه زي ايه مثلا؟ حاجه بقى في منتهى الاهميه، يعني مثلا حبيت اروح اجيب مثلا زخارف كده. تعجبكم اني رسمه من دي؟ دي مثلا؟ تمام. اول واحده مثلا. تمام. دي خالد ولا دي؟ صح. لا اللي في النص دي. دي؟ ايوه. اوكي هاخد دي. وهاجي هنا واصبر عليها واجيبها الريزولوشن بتاعتها كويسه، كنت بجيبها زي الريزولوشن كويسه خالد. كنت بعمل تولز وسايز و لارج. ما جابهاليش. لان هي الريزولوشن بتاعتها مش كويسه. فاهمني؟ فهو انت رحت عملت فلترنج ليها لو انت فاكر، زي ما احنا خدناها في كورس الجرافيكس. اه فاكر. ايوه تعال تعال ناخد. طب شكلها مش حلو. طب تعال نرجع تاني كما كنا وناخد الرسمه اللي انت قلت عليها اللي هي دي. هاجي هنا رايت كليك واجي اقول له هنا سيف اس واجي احفظها على الديسك. يا عم حاجه انت بتعمل ايه؟ دي عباره عن صوره، دي عباره ما هياش ماتيريال حتى. يعني انت ممكن تروح تحطها ماتيريال لكن ما تحطهاش الصوره نزلت فين؟ اه. هتعمل بيها ايه دي؟ هروح جاي واخدها على برنامج اسمه ايه يا خالد؟ الستيتور. ايوه جت الصوره؟ جت الصوره. طيب. طب انا دي عايز احولها فيكتور يا رجاله زي ما احنا خدنا مع بعض، هنعمل ايه؟ بس بص بقى. بس بص بقى المشاكل بقى دي تزود لك نقط يا خالد، فاهمني؟ يعني وانت بتعمل ايمج تريس دي تزود لك فيرتكس، تزود لك بوينتس، دي تخنقك بقى. فاهمني؟ فعشان كده دايما لما تجيب هنا تولز وتجيب هنا سايز تقول له لو سمحت انا عايزها لارج، يبتدي ينقي لك اللي هي الحاجه اللي هي الريزولوشن بتاعتها كويسه. يعني تعال ناخد مثلا حاجه من دولت، نشوف حاجه ممكن تكون او تبدو كويسه، يعني كويسه الشكل يعني. هنشوف دي وخلاص. رايت كليك سيف واجي هنا على الديسكتوب اهي. ادي الفايل اهو، هاخده هنا كده دراج. بص الفرق، هرجع الفرق. بس هنا دي طلعت فيها مربعات بتقرفك، فانت محتاج ان انت اول خطوه تعملها ان انت تروح تنتقي بقى الصوره اللي انت محتاج ان انت تشتغل فيها. دي انتقاء كويس ده هيسهلك كتير. انا هشوف دي كده، رايت كليك سيف. اهي على الديسكتوب سيف. اهي اروح جاي واخدها فين يا خالد؟ اهي انت معايا يا اسلام؟ على الستيتر. بعد ما انا جبتها وانت تفتكر دي ممكن تروح تحولها هنا عندك فيكتور ازاي يا اسلام؟ كده اروح جاي من فوق ايمج تريس اللي هي دي هدوس عليها مره واظبط. طب ثم بعد ايمج تريس هتلاقي ايه اللي طلع؟ اكسباند. هتروح دايس عليها وانت. طيب مهم جدا تعمل ايه بقى؟ انت محتاج اللي جوه بس صح؟ فانا هاجي اقول له كده ان جروب. ليه ان جروب؟ عشان انا محتاج دي بس فقط. شايف؟ خلي بالك هو بيعمل كذا نسخه، فانت محتاج تسلكت وتطلع، لان انا كل ده انا مش عايزه. ماشي. طب انت دي هتدخلها عندك على الماكس ازاي؟ اروح جاي هنا كده من قائمه فايل واقول له هنا اكسبورت واقول له اكسبورت از، واروح جاي مطلعها هنا حاجه خالده اطلعها ايه؟ دي دبليو جي. شكرا. وجاي هنا على الديسكتوب واقول له هنا اكسبورت باني فيرجن عشان الناس عندها فيرجن قليله. طيب ثم هتلاقي الفايل طلع عندك اهو، هدخله عندي على الماكس ازاي؟ ما خلاص ما احنا عرفنا خلاص. امبورت او اخدها دراج امبورت. الله يا نهار ابيض، جات لك اللي كانت صوره وجبناها مع بعضنا من على النت دلوقتي. هي دي اقدر ارفعها؟ طبعا ممكن ارايت كليك واجي اقول له هنا كونفرت تو وحولها هنا مثلا بولي. لسه ما خدناش ايديت بولي، ما خدناش فيه اللي بين ديفورميشن بس لو حد فاكر. ايوه اروح جاي هنا اهو كده واقول له لو سمحت انا محتاج امسك البوليجون الفلاني اللي هو ده السطح ده واجي اعمله من هنا اكسترود. فين اكسترود؟ حد شايفها؟ اهي. ايه رايك كده يا خالد؟ اللي كانت صوره. الله ينور يا باشمهندس. يبقى انت كده ما انتش محتاج ترسم اي صوره زخارف عايزه بقى من جوه، عايزها من بره، عايزها شكل زي ما انت عايز.
خدت بالك؟ بس دي المصيبه بتاعتها بقى، كميه الفيرسيز بقى. ففي بعض المناهج وبعض المدارس تقول لك ايه، طب ما انا ارسمها احسن. ماشي، هو انت كلامك صح وهتوفر عليك كتير، بس ان كنت انت حبيت انت هتاخد دي بس، فخلاص هتستحمل 4000 وشويه. ان كنت دي هتكررها كتير، فانت مضطر انت ترسمها، فاهمني؟ لان كميه الفيرسيز اللي فيها كتير جدا. وصلت؟ يعني اي حاجه بتيجي من الاستريتور حتى لو انا اللي رسمها عليه برضه، الكاد حتى بتبقى بالشكل ده او الكاد. اه بس يكون فيها عدد النوع دي قليل. دي كده وصلت يا رجاله؟ اعملها تاني ولا كده مفهومه؟ مفهومه تمام. لا لا تمام يا باشمهندس. طيب ابعت لكم الصوره تعملوا زي دي كده ولا تجيبوا انتوا صوره؟ مش مشكله اي حاجه. نيجي طب انا هبعتها لكم، اللي عايز يجيب من بره يجيب. اعملوها كده ورا، واعملوا برين سكرين على الواتساب. بص لو انا حبيت ارفع، انت سطبت الفي ري وعملت الكراك بتاعه، هتروح انت جاي هنا من كاستمايز الاول من ريندر، هتلاقي في عندك هنا ريندر صفر. تمام. هتلاقي في عندك هنا في الاخر خالص، يعني انت شغال جوه كومن، في الاخر خالص هتلاقي في عندك حاجه اسمها اساين ريندر. هتروح انت جاي من هنا كده واخد هنا في ري، انا مش شايف طبعا في ري دي 5 تقريبا صح؟ ولا دي في ري كام؟ اوكي. في ري 5. طيب هتلاقي الويندو نفسها شكلها اتغير، شايفها؟ يعني هو كده متفعل. هو كده مش شغال، انا لسه هشوفها بقى. تعالى نشوف كده هنا، هينزل لك في الماتيريال هنا في ري، انزل هنا كده صح؟ نشوف ايه المتاح. تمام. تعالى بقى نشوف الكراك شغال اه ولا لا. اخش هنا جوه الفي ري او جي اي. تمام. طب دي اول خطوه. لما هتيجي تعمل هنا جوه كومن وفي خطه اللي هي موضوع هنا، هتيجي تقول هنا سيف، عشان مش كل شويه اقفل الماكس ويتفتح ويقول لي ايه عيد لي موضوع الفي ري. تروح انت جاي اعمل ايه بعد كده؟ هتروح انت جاي هنا من كاستمايز وتقول له هنا كونفيجر، وتيجي هنا من الجهه الشمال. هو الخط عندك صغير قوي يا خالد، يمكن عشان مقلل الريزولوشن. كونفيجر بروجكت باسس. اه دي اسمها ايه؟ كونفيجر يوزر اند سيستم باسس. لا في حاجه اسمها ديفولت سويتشر. اسمها ايه؟ ديفولت. هنا في الجهه اليمين هتختار، الجهه الشمال هتختار اللي هي ماكس في ري، شايفها؟ ايوه. ثم تيجي هنا سواء فاتح او غامق زي ما انت عايز. المهم الجهه الشمال مش هيحس بالتغيرات دي الا لما تيجي تقفل الماكس وتفتحه. تمام. ماشي. خلاص كده هتقول له اوكي. طب ايه النتيجه؟ مش هيحس بالكلام ده لما تقفل الماكس وتفتحه. بتبقى شايف ازاي ان هو اشتغل. هتروح حضرتك داخل على الماتيريال كده اهي، وهتلاقي الكور بتاعتك ايه؟ اه هي كده خلاص ظبطت؟ لا بس دي اسمها ايه؟ فيزيكال ماتيريال. لا لسه. حضرتك هتروح انت هتعمل ايه؟ طبعا خلي بالك احنا المهم ان احنا نعمل ستارت. هاجي اخش كده عند ديفولت سويتشر اهي، واجي اختارها بردك مين؟ بص هو ما سمعش كلامك لان انت لسه ما عملتش ستارت. خلاص؟ اه سهل. كده عشان يشتغل معاك بقى اقفل الماكس وتعالى نقفله سوا اهو. اهو وافتحه تاني. دونت سيف. انا مش بكلمك على الفايل اللي انت عملت له اوبن، انا بكلمك على السيتنجز بتاعت الماكس نفسها. انت قفلت ليه؟ هو اللي قفل لان كنت عامل شير على الويندو بتاعتك. افتح بقى الماكس تاني. انا خلاص سجلت الخطوات دي عشان لو حد منكم حب يعملها. لا افتح الماتيريال نفسها. ارجع ورا شويه. ايوه دي. دوس وفضل دايس. اول واحد. المفروض تلاقي الكوره اهي مكتوب عندك كلمه دي ري ماتيريال كده ظبط. اخر الخطوات دي مش موجوده في اي مكان يعني، وانا بشوف السيت اب بتاعه مش هتفرق. انا بدل اي مكان، لو احتجتني في اي وقت حتى لو كورس خلص كلمني او واتساب. واسف ان حضرتك سجلتها يعني، ربنا يخليك. لا وانا موجود يعني، لو في حاجه قول لي. هتلاقي في عندك الكور بقت لونها الوان اهي، خدت بالك؟ وهتلاقي ادي الدي ري ماتيريال. وصلت؟ تمام جدا. تمام. ده احنا لحد ما احنا جينا اتكلمنا، فاحنا اتفقنا شرحا يعني، احنا لسه ما خدناش الا في ال2 دي بدايه، كانت اللاين المره اللي فاتت لسه يا دوبك بنكمل. الماتيريال والحاجات اللي احنا بنشرحها دي مجرد اسئله واجتهاد حلو جدا وخد عليه درجات، فاحنا بنتناقش بس مجرد مناقشه.
فانت لو جيت هنا هتلاقي في عندك زي ما اتفقنا من شويه ان اللاين ده الاوبجكت الوحيد اللي مش محتاج امر تعديل. اي اوبجكت انت محتاج ان انت تجيب له ايه امر تعديل اسمه ايه؟ استريوت. لا ايديت سبلاين. ايديت سبلاين. طيب احنا البلان اللي احنا عملناه امبارح على الكاد او اللي احنا جبناه امبارح من الكاد ودخلناه عندنا على 3 ماكس ورفعناه وشكلنا عايزين نعمله هنا، تفتكر انا ممكن اعمله ازاي؟ انا عندي هنا كذا شكل او كذا شيء، ده كانه البلان بالظبط اللي احنا عملناه امبارح على الكاد يا خالد ودخلناه فايل اي 4 اي 2. حلو. مش محتاج منك غير تركيز عين وودن، ان احنا هنعيد زي ما انت عايز، ان ده مهم قوي. طيب دلوقتي احنا اتفقنا امر التعديل على اي اوبجكت الموديفاي اسمه ايه؟ ايديت سبلاين. تمام، بس انا عندي هنا مشكله، لو ما حدش ركز معايا هيقع، والخطوات بتبقى مرتبه على بعضها. طب الخطوات اللي انت تكتبها هعيد لك 1000 مره، عينك وودنك معايا في البدايه. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اشيل الزوايا دي، هتشايفها؟ عشان ده يبقى بلان، بلان شقه. انتوا معايا ولا فين؟ مع حضرتك. طيب هتقول لي طب ما انا هروح اعمل سيلكت على الكل واجيب هنا موديفاي سبلاين مره واحده، شيله واحده، ما ينفعش. لازم تختار واحد بس يا خالد. ثم اجي هنا من موديفاي واجي اقول له هنا ايديت سبلاين. استنى بس، ما هو ايديت سبلاين هيطبق على مين؟ على الكتان. لا انا عايز اشيل اخلي الامر ده يطبق على بقيه العناصر. طيب هتلاقي في عندك هنا كلهم عنصر واحد. جدع. هتلاقي في عندك هنا ايه؟ اتاتش. اتاتش يعني ايه؟ يعني كانك بتقولي له لو سمحت دخل لي العناصر الباقيه دي مع ده ضمن التعديل. طب وانا عندي عناصر كتير، عندك هنا اتاتش مالتيبل، يعني بدل ما اختارهم بايديا لا مالتيبل واختارهم كلهم مره واحده. شفت؟ وراح اخد اخرهم. يبقى كده انا ايه اللي عملته؟ يبقى انا كده خليت امر ايدس بلاين يطبق على مين؟ على الكل. اوعى حد يروح يمسك الاشكال كلها ويعمل ايدس بلاين، لازم واحد يتعمل اتاتش من جوه وتختار. طب تمام. انت محتاج ايه بقى؟ محتاج اشيل الزوايا. لو انت جيت لقيت بعينك كده من تحت هتلاقي فيه بوليان اد، بس في بعض الاوامر مطفيه والبعض منها منور. بينور وجهي على حسب انت مختار ايه هنا؟ مختار فيرتكس ولا سيجمنتس ولا اس بي لاين؟ طب سيجمنتس كده والعب بره، طب اس بي لاين كده نورت. هتشايف؟ فالزتونه هنا اللي هنا على حسب ما انت تختار على حسب الاوبشن المطلوب. طب ثم همسك اوبشن هتلاقي في عندك هنا امر بوليان، عايز جمع ولا طرح ولا انترسكشن؟ اجمع. انا عايز انترسكشن بقى المفروض هنا. تعالى هنا هجمع اهي. طيب عايز اجيب انترسكشن هيجيب لك المتبقي من الاثنين. بص ده الانترسكشن اهي، هجيب هنا ادي انترسكشن اهي. بص شايف خالد؟ فانا هاجي هنا اطرح الشكل ده خلاص. ايه ده؟ اجمع اهو. شايف؟ طب تمام. بعد ما انت رحت عملت الكلام ده وشلت الزوايا اللي موجوده من جوه، بطبيعه الحال ان انا محتاج اروح اعمل اوفست اللي هي الدبل لاين اللي هي تخانه الطوبه او الحيط. حاجه هنا اوت لاين، اروح جاي هنا مديله هنا قيمه بالبلس او بالماينس بره او جوه، او بايديا مانيوال اروح جاي اعمل. طب ثم طب انا محتاج ان انا اروح اخلي دي فالت شويه او ناعمه شويه. طب تمام، حضرتك خد هنا فيرتكس اهي وامسك البوينتس وتعالى هنا. طبعا خلي بالك في زيتونه صغيره، النقطه دي كورنر بوينت، دي تطلع لها العصيان الخضراء دي اللي فيها كيرف. لا انا مش محتاجها. فانت تعمل ايه؟ ده دي نظافه بلان عندك او نظافه شكل. فانت تمسك الشكل ده كده كله اهو تامينا ليك، كليك يمين خليه هنا كورنر. طيب ثم امسك بقى البوينتس اللي انا عايزها واروح اعملها هنا فالت، يعني الفها. امسك النقط اللي انا عايزها واروح اعملها هنا تشامبر، يعني اشطفها كده. حد معايا ولا فين؟ ايوه. جيت انت بعد ما انت عملت الشكل اللي انت عايزه ده كده اهو، هتروح حضرتك جاي هنا كده من موديفاي واجي اقول له هنا اكسترود لو سمحت. اكسترود يعني روح ارفعها لي تبقى مجسمه كده. ياه دي العماره طلعت. طب ما هو اللي ما يعرفش كده انت ممكن تشتغل الكلام ده على الماكس فروم اي تو زي. لا معلش انا عايز اروح اعمل السقف او الدروه. ايه هي السقف ده؟ يعني انت هتيجي هنا اس بي لاين وراح جاي ماسك نسخه من اللي جوه وراح جاي قايله شيفت وراح ساحب. طب بس انت لو سبتهم هما الاثنين هياخدوا نفس الارتفاع كده. طب انا محتاج افصل حاجه يا خالد على اس بي لاين، وراح ماسك الشكل الثاني ده كده وراح جاي قايله هنا ديتاتش او افصله عن الاصل اللي هو.
يبقى انا كده معايا يوميه الشكل الاصلي ومعايا السقف اهو، اجي من موديفاي واجي اقول له هنا اكسكلود، واجي هنا ادي له ايه تكنيك او تخانه، ثم اجي هنا بالسناب اروح جاي واخد دي كده اهي من هنا واروح جاي مشاور اجي انزل بيها قيمه الدرو. انزل بيها ازاي؟ رايت كليك على موف وانزل بيها معايا الكلام ده مثلا، او حتى اري عشان كده اخد الفواصل بتاعت الادوار لو حد فاكر، او الارضيه كمان ممكن رايت كليك واخلي هنا ارتفاعها من الارض زي عشان تبقى على الارض. وصلت؟ وصلت الحدوده؟ بالتالي مش مهمه صح؟ لا طبعا مهمه جدا، دي مهمة. طب بالنسبة للعمارة ولا ديكور ولا اللي بيعمل برودكت ولا بيعمل في نص رمضان ولا اللي بيعمل قرد بيتحرك ولا مهمة، مهمة بالنسبة لمين؟ مهمة الكل يعني، حتى في النص ده حلو ان طيب الباشمهندس ها؟ قولي هاند براحتك. دلوقتي احنا عملنا الحيطان دي كلها كده يعني عبارة عن اوبجكت واحد مش كده؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو بعمل لا حاجه انتيريور ما انا محتاج اشيل حيطه او كده عشان ابص جوه فيه طبعا، وكل حيطه من ضمن الحيطان حتى الحيطه فيها يمين وشمال وفي النص ساقط وفي لون مختلف كمان ده هناخده طبعا خلاص بقدر اوصلهم عن بعض يعني طبعا طبعا. طيب هعمل بقى الخطوات دي تاني ازاي؟ تعالى بقى نعيدها بقى براحتها وتاتا تاتا ويمكن اقل من تاتا تاتا مين يمليني بس خد بالك انا ما بعرفش ماكس ها ادي الخطوات او ادي الشيبة ها. طب كل واحده يمليني اللي فاكره هديله درجه. اول حاجه هخليهم كلهم اوبجكت واحد. طيب اقول ايه اعمل ايه عشان ما اعرفش ماكس الخطوه واحده واحده. خليك معانا يا خالد واحمد اديت ما اتفضل مفيش حاجه ها. حد يا جماعه يساعدني اوبجكت واحد جدع برافو عليك انا تمام واحد فقط واحد فقط واجي هنا من موديفاي واجي اقول له هنا ايدج لاين وهنزل عند امر اتاتش اتاتش اهي واختار مانيوال لباقي الاوبجكتس او لو انت مش عايزه توجعي دماغك كان ممكن اقول له هنا اتاتش مالتي شايفه واختار دول تمام ممكن اقول اتاتش مالتي انا هوجع دماغي غلط اوجع صباعي وادوس على واحد واحد ليه يعني. بس دي عيبها لو في عناصر تانية انت مش عايزه تدخليها. فاهماني؟ اوكي. ايه تاني؟ بعد كده هنفتح بقى امر سبلاين. انتوا مدبسين ليه يا رجاله؟ اللي عارف حاجه يقول. هفتح امر سبلاين وابدا وادخل وانزل على مروه صح؟ مروه ايه؟ مروه محمد. عدي بقى الدرجات، كل امر زياده بدرجتين، ومحدش يقول غيري. وهفتح اللي هو الامر بتاع بوليان دوت بتاع الجمع والطرح. حلو، ادي بوليان اهي مقفول. لا ما انا هختار الاول سبلاين من فوق. جدع، يبقى معنى كده ان انت على حسب اختيارك من هنا على حسب الاوامر ما تطلع اهي بوليان اهي. بس برضك مش هتفضل زي ما هو. هشوف انا هجمع ايه وهطرح ايه. ايوه هختار اي واحد منهم ده شرط اساسي الاول اهو. ثم هقول له هنا بوليان وهاجي اختار. مره بس هنا في مشكله بقى. احيانا لما تيجي تختاري بوليون وتيجي تدوسي كده وان كليك ما يرضاش يجمع او ما يرضاش يطرح على كده نبص على دي كده. طب ايوه ايه الحل؟ هتلاقي في عندك هنا امر اسمه ايه؟ تريم. تريم ده بيعمل ايه؟ بيقص اصل الزوايا. استنى امر بوليون بعد ما بيشيل لك الفروق دي بيجمع النقط من نفسه. امر تريم لا. طب اعمل ايه هنا دلوقتي؟ طب انا عملت تريم وشلت هو كده جمعهم؟ لا. يعني لحم النقط؟ لا. انت محتاجه تمسكي بقى فيرتكس وامسك دي كده واجي اقول له هنا اهو ويلد الحمل النقط دي. المقصود ان امر بوليان بعد ما بروح بجمع وطرف الانترسكشن من نفسه بيقفل لي يا خالد النقط. يا خالد تمام يا باشمهندس. اما امر تريم فانت مضطر تمسك هنا فيرتكس يا احمد واروح جاي ماسك النقط دي كده يا اسلام واقول له هنا ايه ويلد لو سمحت. ويلد يعني الحمل النقط. وصلت؟ تمام. الناس ساكتة وصلت؟ ده يا باشمهندس. يلا نكمل ثم نسيت انت هقول لك انا اوت لاين ايوه نعمل اوت لاين واجي احط هنا القيمه تعال نجرب انت عمال تقول لنا القيمه بس ما حدش يدوس على الاسهم ان الاسهم دي هتعمل لك اوت لاين بس انت مش شايفاه
فعشان كده بقول لك ايه، يا اما تكتبي اهي خمسه وانتر، مش حد شايف اه ولا لا، لو صغيره حاجه اقول له ماينس ماينس 10 وانتر اهي، او اشتغل بايديا كده، ما انت متاح ليك الثلاثه اهي. طيب طب تمام، حاجه حلوه جدا، انا كده عملت تخانه الحيطه. ثم عايز اجي هنا فيرتكس وامسك الكوينز واعمل لها فيلت، وانت عمال تعملها فيلت بالحب، مفيش بالقيمه اهي، براحتك حط هنا 25 براحتك، اندو حط الريديس اللي على مزاجك. عايز تعمل هنا فيلت ماشي، عايز تعمل تشامفر ماشي براحتك، تشامفر دي اللي هي الشطف، شطف دي يعني تبقى مقطوعه. طيب جيت عملت هعمل ايه؟ اعمل اكسترود ماشي، ادي هنا موديفاي واجي اقول له هنا اكسترود، واروح طالع. تاخد زيتونه تحتاج من الواضح كده ان انت دايما بتشتغل ان هو ده كده كانها عماره، هو دي ما يتنفع حاجه ثانيه غير العماره. بص كده، لو انت في الاكسترود وجيت هنا مثلا من موديفاي وجيت هنا خالد قلت له هنا اديت ماش، وجيت قلت له لو سمحت هات لي هنا فيرتكس مثلا، لو انت فاكر في الفيلا القديمه وانت جيت عملت كده، التغطيه دي ولا مش تغطيه؟ ممكن ملعب، استنى بقى خد يا ملوان دي، تعالى يا عبد الصمد خد دي كده اكسترود وزود هنا السيجمنت. ليه يا عم الحاج؟ عشان تيجي هنا كده من موديفاي وتجيب هنا صاحبتنا اف اف دي اللي احنا نسيناها، اروح جاي هنا كنترول بوينت، اروح ماسك البوينت دي كده، وممكن كليك يمين على سكيل واكتب هنا زيرو. طب ما عادي زي ما انت عملت. لا بس بص كده، انت شايف حاجه؟ تمام وصلت. تنفع دي قالب، قالب جبس، قالب لعب اطفال، قالب صبت اي حاجه، شايف؟ يعني القصه ما هيش قصه عماره برضه، مش مبنى. طيب ارجع تاني كده لما اكون انا رحت عملت هنا اكسترود. يلا مين هيماليني بقى؟ باقي انا عايز اعمل السقف، اعمل ايه؟ اكررها، ادخل عليها الاول وبعدين نشوف اللي هي لاين، واخد نسخه من اللي جوه اعملها ديتاتش، صح؟ طب في زيتونه ثانيه، انت ممكن تيجي تاخدي دي كده برضه نسخه ثانيه فيها بما فيه. ايوه طب انا استفدت ايه من الكلام ده؟ اللي فيها بما فيها دي انت ممكن تيجي تخش على الايدس لاين بتاعتها وتمسك اللي بره وديليت، هي هي بدل ما اعمل ديتاتش. حد معايا ولا فين؟ تمام مع حضرتك. تمسك ابو زيد كلها ايه؟ طرق ومسافات، واخلي هنا الثيكنس او التخانه بتاعتها اثنين، اركب دي على دي، حاجه هنا بالسناب، اروح جاي واخد دي كده، اروح واخد شايفها؟ ثم اروح جاي هنا اهو كده ارضيه، اقول له لو سمحت ودي لي دي كده عند زيرو اهي كده، واجي اقول له شيفت بقى واطلع واعمل ايه؟ الاشكال اللي انا عايزها، الفاصل بتاعت الادوار او الدروه او سطوح الادوار. وصلت؟ تمام تمام يا باشمهندس. الدنيا ظبطت شويه؟ كتير. يا رجاله لقيت الناس ساكته، عشان لو حد واقع اعد تاني. لا تمام واضحه يا باشمهندس. طيب حد يحب يجربها ولا هتحبوا عيدها تاني؟ لا تمام ممكن نجرب. طيب جرب وجرب وابعتوا لي على الواتساب. المكان اللي هو شكل البلان اللي احنا خدناه من شويه اهو، انا هاجي هنا ده 2 دي اهو. انت مش واخد كاد فانت بترسم هنا على الماكس اهي. طب تمام. بعد ما انت جيت رسمت حاجه هنا موديفاي، واجي هنا ايد سبلاين. يعني ثم هاجي هنا اهو كده واقول له هنا اتاتش، واروح جاي واخد بقيه الاوبجكتس اهي. ثم هبتدي ان انا اجي اقول له هنا سبلاين. ثم اجي اقول له هنا بوليان اهي. وابتدي ان انا اجمع، ما جاتش بوليان يبقى انا عندي تريم، عندي البديل بتاعها. اتفقت المايك ليه؟ مع حضرتك يا باشمهندس. طيب خلي المايك مفتوح. واجي كده ادي هنا فيرتكس، واروح جاي ماسك البوينتس. هتيجي انت تروح جاي عامل فيلت زي ما قلت لك من شويه. طب النقط دي كده كلها انا حاسس انها في الوان، في فرح زي ما انت قلت. هكليك يمين اخليها كلها كورنر. لان انا مش محتاج انها تكون كلها، انت بتتفادى المشاكل. همسك الشكل. ثم هاجي اقول له هنا فيلت. طب انت لقيت ان ده مضلع، هل انت حابب ده؟ لا مش حابب. حابب او مش حابب انت تزود النعومه من الستبس اهي، كيرف ستبس اهي. تمام. بعد ما تخلص انت محتاج تعمل الفيلت ده فين؟ محتاج في كورنر بوينت دي كمان اهي. وكل واحده بالريديس بتاعتها اهي. فيلت اهي. عندي كده. امسك البوينت دي كده اهي. لا مش عايزها كده، انا عايز دي ماشي. يبقى انت والبلان بتاعتك او انت وتخيلك انت عايز تطلعه. شايف حاجه؟ اهي
بعد ما خلصت اروح جاي هنا كده على اي اس بي لاين. انت مخيط بالاوت لاين لان انت راجل ديزاينر وعارف انت خانه الحيطه ده لو حيطه 25 سم. طب لو حته لو انت بترسم غساله يبقى ده هي حته الثيكنس او الصفيح او الستانلس اللي موجود هتبقى حاجه اقل. يعني انت الخانات المختلفه دي على حسب ديزاين انت بترسم حاجه هنا كده من موديفاي واروح جاي عامل هنا اكسترود واروح رافع الكتله بتاعتي. يبقى الكتله بتاعتي من بدايتها نظيفه بالك اهي واروح جاي هنا مغير اللون عشان نشوف. طيب هتعمل ايه؟ ده ارتفاع اللي هو ارتفاع عدد الادوار كلها. انت محتاج تشوف السقف. طب حاجه اعمل ايه؟ عندك حاجتين. اروح جاي هنا اهو كده واخد شيفت واروح طالع بالنسخه كلها. هيديني الاوت لاين برضه. فانت تيجي هنا على موديفاي وتيجي هنا على اسبي لاين. خلي بالك عشان هدبسك دلوقتي وتعملها قدامنا كلنا. اروح ماسك دي كده واقول له دي. واجي هنا اكسترود. انا بتكلم بجد مش بهزر وهزعل منك جدا وممكن ما اكملش كمان. اجي كده اهي. لا هعملها انا متاكد انت تعملها. واجي هنا فيرتكس واشوف اي نقطه فيرتكس واستقرب بس لحد ما اتاكد واشوف هل مظبوطه. اه مظبوطه. طب هاجي هنا كليك يمين على موف وهاجي اخلي دي كده اهو زيرو. طب بعد ما اتعمل زيرو عايز اطلع بقيمه المقاسات كلها حاجه اروح جاي هنا شيفت واروح طالع كده اللي هي قيمه الادوار وكمان الدروه اللي موجوده من فوق اللي هي دي. الدروه دي اللي هي سطوحها. طيب تعالى بقى نزود ونرخم شويه. انا حبيت ان اروح اعمل شباك. فين يا سيدي الشباك ده؟ الشباك ده في الواجهه دي. فين هو؟ طبعا الشباك ده ليه مقاسات وكل حاجه ليها مقاسات. يا نوع فين؟ انا موجوده مع حضرتك. ما كلمتيش يعني؟ لا لا ما بسمع بس مش بركز. طيب فانا معايا ادي الشباك ومعايا الشكل ده كده. فين يا سيدي الشباك؟ الشباك اهو. تعالى نرسم الشباك. عندك تفاصيل كتير. احنا اتفقنا ان انا هروح اعمل الت كيو. يعني ايه يا خالد الت كيو؟ يعني يظهر كل حاجه ماسكها ما عدا اللي انت مش ماسكه. مش فاهم يعني. انا ماسك الشباك ده كده اهو وهاجي ادوس الت كيو هيخفي لي كل حاجه ما عدا اللي انت ماسكه. عشان تيجي تصمم الشباك هصمم الشباك ازاي؟ ها هاجي هنا سيرك نفس اللي احنا عملناه بس بدل ما اعمل بلان هنا اهو في التوب هرسمه هنا في الفرونت. انت بتعمل شباك عشان تعمل تفريغه. انتوا معايا ولا فين؟ انتوا هرسم مع حضرتك. اوكي فانا هاجي هنا اهو كده سناب اثنين ثم هاجي هنا جريد بوينتس. هاجي جريد بوينتس وفيرتكس او هاجي هنا فيرتكس وميد بوينت على حسب نوع السناب اهي. ثم هاجي هنا من موديفاير واروح جاي هنا اديت سبلاين نفس الخطوات اللي انا جيت عملتها واروح جاي عامل هنا اتاتش واروح واخد الاوبجكت. ايه ده؟ ده كله ظهر. الت كيو تاني هاجي هنا كده واجي هنا سيجمنت اروح ماسك اللي في النص واروح عامل ديليت واجي هنا فيرتكس من هنا ولد ولد اللي هي الحام نقط زي اللي انت عملته كانه بلان لو جيت بصيت من فوق. طب ده الشباك والشباك ده انت مش محتاج تحفر. يبقى نسخه للحفر من الحيطه عشان منين الشغل من جوه دخل لك الشمس يعني. طب بعد ما انت جيت عملت الكلام ده دي الكتله اللي عاملها اكسترود تحفر من الحيطه. طب دي عظم الشباك هاجي هنا اهو كده واروح جاي اعمله هنا اكسترود. استنى الشباك ده محتاج يتعمل له عظم. انت عندك شباك في البيت؟ طب في بيت طيب؟ في بيت؟ ايوه ايوه. طيب اهي ده الشباك وده عظم الشباك. طب استنى هو الشباك ده ملوش ازاز؟ دي ازاز طبعا. طب انا هاخد ازاز ازاي؟ هاخد نسخه من دي. التفاصيل كتير؟ تفاصيل كتير بس فلوسها كتير كمان وبراحتك واختار. ثواني بس يا باشمهندس هو ايه اللي اتعمل جوه ده تاني؟ انا عملت هنا مش انت عندك ده عظم خشب اللي هيتسقط هنا في النص ازاز. انا خدت منه نسخه ثانيه اخيره وراح جاي اعمل دليل. يبقى انت كده عندك كام شيب؟ ثلاثة. ده اللي هاجي هنا من موديفاي واروح جاي عامل هنا اكسترود. طب ده عظم الشباك، الشباك نفسه واجي هنا اكسترود. دخلت الشباك مش عارف فين مروه وفين مروه وفين بقيه الناس، هل هم معايا ولا لا؟ مع حضرتك يا باشمهندس. حضرتك يا باشمهندس. واروح جاي هنا كده واروح جاي عامل هنا اكسترود برضه. ليه اكسترود برضك؟ عشان ده الازاز اللي انا هديله خامه ازاز. ده واحد وهاجي اديله لما نيجي ناخد الخامات والماتيريال اللي هي ايه في الاخر. طب ثم هاجي هنا بسناب اروح ماسك دي كده واروح جاي مركب ده. انت بتعمل نسخه شباك واحده ان انت مش هتفضل كل شويه تعمل الكلام ده. انت معايا؟ لان انت هتعمل جروب وتبتدي ان انت تكرر. ادي الشباك واجي هنا اهو كده لو سمحت اعمل هنا جروب. ماشي. احنا ما غيرناش لونه. ايه ابيض. وامسك عظم الشباك اللي هو ده
تاني دي اللون كذا احمر عشان بس بيبقى فيه ايه فروق في الالوان. عندي بقى كده واجي اعمله هنا فروق. شوف بقت معاك هنا شباك الكتله اللي انت هتحفر بيه. فين الجسم؟ فين جسم الجريمه؟ احنا خافين اللي هو ده خافين. اه هتروح انت عامل ايه بقى؟ هتمسك الكتله دي كده وتيجي هنا. شايف ليه؟ عشان اكرر الشبابيك. انت معايا ولا فين؟ تمام. حلو. هكرر الشبابيك ازاي؟ تكررات ازاي؟ شيفت. مين؟ شيفت ومو. لا. او قريه مش هندسه. قريه عشان مقاسات هندسه. ايوه. انا باجي بظبط مكان الشباك الاولاني يعني. ده اول شباك اللي هو في اول دور. شايفه؟ هكرره ازاي؟ هافن واجي هنا مقام التولز واجي اقول له هنا قريه لو سمحت. وهعمل بريفيا اتفرج. طيب عايز كام نسخه؟ هقول له ثلاث شبابيك جنب بعضهم اتجاه الاكس قد كذا. الراجل رسم رد تمام. هاجي هنا اهو 2 دي. انا عايز مثلا كام دور؟ عندي اربع ادوار. هعمل هنا قد ايه في الزد يعني اللي هي ارتفاع ما بين كل دور والثاني يعني. رسم هيرد. في دور جاي على الشباك بتاعه على طبعا احنا مش شغالين بالمقاسات يعني. تمام اوكي خلاص. طب عايز ابتدي احفر. هحفر ازاي؟ همسك اصل الكتله فين ده فين ده خليها كده ايه خلينا نشد على بعضها. هعمل ايه؟ احفر ازاي؟ رد امسك ده وهدخل على بروبوليون كومباوند بروبوليون بروبوليون استاذ واحد هتلاقيه بالموت. حد شاف الشرخ الاسود ده؟ حد شاف الشروخات دي؟ الكلام ده لا يعالج في الماتيريال. فدي كده مشكله في الكتله. حلها زياده سيجمنت فقط. حد شايف؟ طب انا هحلها ازاي؟ مش فاهم. هتبقى انت جاي كده اهي امسك دي اصل الكتله واجي كده وازودها هنا سيجمنت. طبعا ليها حلول انا هقولها بعد كده. هاجي هنا كده كومباوند واجي هنا بروبوليون واقول له هنا ستارت واروح جاي واخد دي كده. حد شايف خد وقت قد ايه عشان يحفر؟ عشان زودت سيجمنت؟ زودت سيجمنت طبعا. عملت كده عشان هي زادت يعني. طبعا ما اتفقنا اهي. وبرضك اداني العيب ده. نبتدي بقى نشوف العيوب دي بقى منين؟ يعني دي بقى دي برضك مشاكل يا احمد من ضمن الحاجات اللي احنا هناخدها. ان انت تشوف كميه الفيرتسيز اللي موجوده فيها قد ايه وعملت لي مشاكل فيها قد ايه. انت فاهمني؟ تمام. وصلت ولا ايه؟ ايوه ايوه وصلت يا باشمهندس. اكيد عشان هدبسك ما بهزرش انا بتكلم بجد. طب احنا خدنا احمد احنا خدنا احنا شركه بتعمل عارف البسين اللي هو بيبقى في الفيلا عارف ايه البسين اللي بيبقى في الفيلا احنا خدنا ان احنا نعمله بتفاصيله صح مش بتكلم كماتيريال انا بتكلم كموديل صح لا ما خدناهوش خدناه استني بس اصبر عليك ما تصدقهاش تضحك عليك انت خدناه ولا ما خدناهوش؟ لا ما خدناهوش احس احنا ممكن نرسم شيب ونعمل له برضه نفس النظام. لا لا شفت انت شفت انت لا 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 شفت هو الوحيد اللي لقطها منكم ازاي؟ طب ما هو هو نفس العماره اللي انا عملتها من شويه بس بدل ما كان ارتفاعها فوق الارض كعماره هتبقى تحت الارض كبسين هو الوحيد اللي لقطها اهي. لا بس انت مره قلت يا باشمهندس في الحته بتاعت اللي هي الاسطح الغائره قلت ممكن ان احنا في حته ماشي. ممكن نخده ينزل تحت بأرسل. مثلا انت خدت بالك يا احمد عرفت بقى انت وصلت ليك ازاي؟ يا باشمهندس طب استنى احنا خدنا ان احنا نرسم كورنيشن أيوة تفاصيل يا أيوة. احمد صح؟ ليه؟ كورنيشه بتفاصيلها المسميات دي يا باشمهندس انا مش واخد بالي منها يعني ما طب بس دي واحده بس دي واحده يعني. انا بقول لك المسميات مش بقف على الموقع على طول عشان طيب ماشي ما انا بقول لك الكلام ده عشان انت تلقطه في مخك احنا خدنا كورنيشه انت عندك كورنيشه في البيت كرانيش في السقف هي الجبس الابيض اللي فيه سنون لا والله ما عندناش طب في بيت طيب لا ما فيش مفيش بيت في بيت والله ما فيش كرانيش خالص طيب شفتها طبعا بكده اللي هي الحاجات اللي بتبقى جبس ايوه شفت محمد هنيدي اعمل كرنيش وانزل بورا الحيطه محمد هنيدي كرنيشه وانزل بورا الحيطه طب قسمها ازاي؟ احنا خدناها هنرسم باللاين بقى عادي هي هي شفت انت استسهلتها ازاي وتقول لي هرسم باللاين عادي
حاجه هنا جريد بوينتس اوفر اهي 1 2 دي كده باك سبيس اهي. خلي بالك لو في سناب مضايقك يا احمد اهي تعالى كده. اسلام انت هنا يا اسلام ولا رحت فين؟ محمد سيد فين؟ مع حضرتك يا باشمهندس. محمد سيد قول انت يا باشمهندس حضرتك واخدها حاجه كده، وهاجي هنا فيرتكس وهاجي اخد من هنا جريد بوينت ماشي وامشي كده اهي. معايا جهاز اهي وامشي دي كده جهاز جهاد. ايوه يا باشمهندس معلش بحسب المايك مفتوح. طيب بص اروح جاي راسم السنون اهي واجي اروح جاي راسم ده ومحدش هيتكلم. بص الحركه القرعه اللي عملها الماكس ازاي دي كده لازم تعمل ريستارت. بص بوظ الدنيا ازاي. انت معايا محمد احمد؟ طيب وستين احمد زكي مع حضرتك يا باشمهندس. بص اجي هنا لاين اهي واجي هنا بالسناب واخد البوينتس وفيرتكس واجي اخد هنا السناب اثنين اهو واجي امشي على دي كده اهي واروح امشي كده. ايه ده؟ طب ما انت ده بتقولنا في السلم. انا بقى مش بتكلم في السلم انا بتكلم في كورنيشن. ده لسه راسمها حالا من شويه اهي واجي اخد دي كده اهي اهي واجي هنا لاين واجي راسم كده اهي اهي واجي ارسم دي ومحدش هيتكلم غيرك انت يا احمد زكي. ايه ده هي رخامه يعني؟ لا مش رخامه والله. قول ماشي تمام قول اعملها باك سترود بقى وتبقى بارزه شويه. قول طيب اعمل ايه؟ وارجع للي انا قلته. اعمل باك سترود؟ لا والله هم دول كلهم حاجه واحده؟ شكل طيب؟ هم كلهم حاجه يا جدع هتقفل الشكل ازاي؟ لا هنخليهم ايوه. أول حاجة أعمل إيه؟ نخش بقى على التاتش ثم صح؟ نعمل أوت لاين؟ لا لازم تمسك النقط دي كده كلها. ما أنت لو ما حفظتش الخطوات دي هتتوه. هاجي أعمل هنا ويلد حام نقط ها؟ وبعدين نعمل أوت لاين بقى. ليه هتعمل أوت لاين ليه؟ هي الكورنيش هيبقى فيها أوت لاين؟ بتعمل اكسترود على طول صح؟ اه تمام. ايوه ايوه ادي هنا اكسترود طلعت ايه؟ كورنيش ولا مش كورنيش؟ ها؟ كورنيش اه تمام. طيب السؤال ليك انت بقى. طبعا لو انت بترسم الكورنيشه مهم جدا يا جماعه. مروه انت معايا؟ مروه المروات معايا صح؟ اه حضرتك يا باشمهندس. طيب انا معايا الكورنيشه دي كده وهدبس احمد لوحده في سؤال تمام ولو ما جاوبوش هديله صفر. احمد زكي والله ما بهزر. انا هروقك. انا لو قعدت اسال من هنا بكره هاخد الفول مارك. طيب بص انت عندك السكشن ده سكشن كورنيشه حلو وعندي هنا اهو ده المبنى بتاعي يعني. تعال نرسم المبنى كده تقول دي يعني. دي واجهه حلو؟ انت معايا خالد صح؟ تمام. خالد خالد دي الواجهه انا عملت لها هنا اكسترود كان زي اللي انا عملتها لك من شويه. تمام. عايز اركب عليها كورنيشن تفتكر هعمل ايه؟ نركبها فين بقى بالظبط؟ انا دي الواجهه اهي. اهي. دي الواجهه بتاعتها. هعمل ايه بقى؟ انت محتاج ايه الاول؟ وانت بتفكر. ده السكشن بتاعتها. ده هو ده صغنن قوي. تمام. مش احنا اتفقنا ان انت عندك لا ري لا ما ينفعش. مش احنا اتفقنا من ضمن الوسائل المساعده ان انا برسم باص وركب عليه سكشن. ها؟ اه. مش احنا استخدمنا الاشكال 2 دي كوسائل مساعده؟ طب هترسم باص ازاي؟ قول ما تنجز يا زيكو. هحط الكورنيشة دي يعني على الـ ترسم الخط اللي هيبقى اه بس ترسم الخط الاول اهي 2 ونص واجي ارسم من هنا لاين اهي واللاين ده هاجي اخد من السنابس هاخد من هنا فيرتكس فقط اهي
شايف حاجه؟ مش احنا كنا بنرسم المره اللي فاتت امبارح يا زكي في خط واركب عليه كورنيشه؟ ها؟ اه ادي الباس بتاعك اهو. اقفل بس هنا السناب اهي عشان دي بتلقطك في اي حته. ايه الخطوات عشان تركب الكورنيشه بقى؟ هو انا همشيها حواليها ولا هحطها أيوه. بس هنجيب من الانيميشن باين؟ لا انيميشن باين دي في المشمش، انا هنفخك دلوقتي. احنا خدنا اربع حاجات امبارح. ان انا اخليها انيميشن واخليها مسار للتكرار واروح اعمل سويب. طب حد يساعده طيب؟ امبارح احنا خليها تتكرر على طول الخط. لا ما خدناش تكرار، خدنا تكرار بس مش هي دي التكرار. خدنا امر في منتهى الاهميه امبارح. هو سويب ونبدل. ايوه جدع. مين اللي قال؟ امنيه. امنيه انت امنيه ايه؟ جلال. ليكي درجتين مخصومه، ليكي درجتين مخصومه من الكل. ليه بس؟ من الاونلاين. عشان احنا شغلنا امبارح. لا. احنا خدنا ادي الباص، احمد زكي خليك معايا برضه. ادي الباص اهو. واجي هنا من موديفاي واقول له اس دبليو. ساعه لما جيت قلت لك بيلت ان سكشن او يوز كاستم سكشن فاكر؟ النت. ها؟ يا حاج. اه تمام. واضح ان انتوا ما ذاكرتوش امبارح. فيك؟ واخد السكشن ده اهو. في حاجه ركبت؟ واحنا خدنا ايه تاني يا باشمهندس؟ وفي التولز برضه يا باشمهندس صح؟ انا عارف دي واحده من ضمن اللي خدناها. يبقى انا كده ركبت السكشن على مسار. طب حد من اللي سامعني فاكر او سامع فاهم؟ ايوه يا باشمهندس ايوه. طيب عايز اعدل السكشن ده هعمله ايه؟ هاجي هنا اقول له ميرور اهو. هتشوف الكورنيشه ركبت على الواجهه ازاي؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ ولا داخله في الحيطه؟ لا داخله شويه. هتبقى انت جايه هنا كده في الاوفس الاكس اوفس اهي ولما اطلعها بره اهي هتشايفها تبيتيها على الحيطه اهي. انا بتحرك في الاكس اوفس. باتت ولا ما باتتش؟ اه باتت. حد يرد يا جماعه. ايوه باتت. شايفها؟ طب انت في عندك هنا كيرف هتعمل ايه؟ في كيرف هنا في النص ده هتعمل ايه؟ ما فيش انا هدبسكم والله الوقت. فين الكيرف ده؟ الكيرف ده يا باشمهندس انا هعمله بقى. وانت بعد ما عملتي امر سويب هاجي هنا لللاين وهاجي هنا فيرتكس واجي اقول له هنا في امر اسمه ايه؟ ريفاين. فاين. هاجي هنا بالسناب واجي اخد من هنا ميد بوينت اهي واروح ضايف نقط اهي واجي هنا اروح جاي ماسك النقطه دي كده واروح جاي طالع بيها فوق اهي واروح ماسك الثلاثه واروح جاي اعملهم هنا فيلر ظبطت ولا ما ظبطتش؟ الله ينور يا باشمهندس. ايه ده؟ ايه ده؟ دي وحشه. اعمل فيها ايه يا زكي؟ لا سيجمنت. ايوه منين يا زكي؟ زود الستبس بقى. منين يا زكي؟ قلت مع الوش يا زكي فين؟ اي ايوه اروح فين بعد كده؟ هي السيجمنت دي بالنسبه ل 3 دي انا هنا ما عنديش سيجمنت. عندي ايه؟ انتربريشن وعندي بستبس بقت احسن؟ اه تاني يا زكي بقى انت اللي هتمليني فروم اي تو زي يلا على الناحيه الثانيه اهي وكل حاجه تنساها بدرجتين خصم يا زكي انا اخدت درجات خالص انجز هنحط نقطتين في الشكل ده عشان الحسد يعني ولا ايه؟ الحسد ايه بس؟ حسد ايه؟ خلاص هحط هنا ازاي؟ طيب هنجيب نقطتين من الفيرتكس ونحطهم بص خلي بالك اللي انا بقوله ده لو معلش في دماغك هقعد اشرحه لك 1000 مره ولا اتضايق انا يهمني مصلحتك انت اللي انت تطلع بيها بكميه المعلومات اللي انت حصلت عليها توظفها فانت ما تبقاش متنشن فاهم الماكس مش اكتر حاجه لو خطوات كتير بس طبيعي. مش بتتنسي ما انا مش انا بشرح مره واحده بس بشرح ببطء ولا ما بشرحش ببطء؟ اه بتشرح بعيد وازيد ولا ما بعيدش وازيد؟ والله اه طب انت عايز ايه طيب اعمل ايه طيب؟ ومطع نفسي طيب؟ انجز يلا ماشي قول وبعدين هنجيب بقى نحط نقطتين ايوه امر اسم الامر ايه اللي بيحط نقطتين ريفاين اهو
طب انا عايز اجيبهم بالظبط هعمل ايه؟ الاثنين. طب اشمعنى 2.5؟ عشان ده خلاص ده بقى 3 دي وانت بترسم دلوقتي 2 دي. ها ادي نقطه وادي نقطه وادي نقطه. ليه حطيت 3 نقط؟ عشان امسك اللي في نصي دي كده واروح طالع بيها ادخل سناب عشان ما تطلعش منك في اي حته اهي. ثم امسك الثلاث نقط اهو ثم فلت اروح اعملها فلت ظبطت؟ تمام. طب تاني انا عايز اعمل هنا اهو شباك. شوف في شباك في نص دي تفتكر هعمل ايه؟ هرسم الشباك وارسم الكتلتين. لا تخيل بقى هتعمل نفس اللي انت عملته. يعني هاجي فيرتكس وهاجي هنا بريفاين واجي هنا اهو احط له قيمه مكان الشباك شايف، واجي هنا سيجمنت واروح جاي ماسك دي كده وديليت. طيب باشمهندس هو انا ما كانش ينفع الحم كله مع بعضه وافرغها؟ اوكي شايف كده اسهل من بروبولين. اه تمام. ها كده ايوه ايوه كده احسن. وصلت؟ طيب في ملحوظه اخيره بس دي في الاشكال. ها دي في الاشكال اللي هي ال 3 دي صح؟ اللي هي ايه؟ اللي انا قصيت منها كده اللي هو مسكت دي بروبوليان يعني. لا اه مسكت دي كده اهي في شباك عندي جانبي اهو اللي هو هنا كده اهي مثلا اللي هو في اللاين ده كده اهو شايف. انا عايز هنا اهو اجي هنا بالسناب ريفاين رحت انا جاي ضايف له نقطتين واحده هنا خد بالك واحده هنا جيت انا رحت جاي هنا سيجمنت رحت انا ماسك اللي ده وقلت له دي ده تحديدا يعني. وصلت؟ ملحوظه؟ اوعى بص انت اسمك ايه؟ احمد ايه؟ احمد زكي. طيب هل ينفع ان انت تكون احمد من غير زكي؟ ازاي بقى؟ حلو. انت السكشن الشكل اللي انت جيت رسمته ده اوعى عمرك في حياتك تستغنى عن السكشن اللي انت جيت ركبه ده. ده زي اسمك. ده مش فاهم يعني ايه ايه الافاده يعني؟ يعني افرض ان هو ضاع. ما هو ضاع هتضطر تروح تعيد الكلام ده تاني. طب انا ايه انا هستفيد منه في ايه؟ تخيل بقى ان انت عندك اي اعاده في ده هيتطبق اوتوماتيك على ده. يعني مثلا حبيت امسك السيجمنتس دي كده ودي حبيت اجي اس بي لاين واروح جاي قايل له هنا اهو كده روح اعمل لي من هنا ميرور مثلا ميرور مان كوبي اهي هعمل لك نسخه. شايف حاجه يا احمد اهو؟ اه تمام يا راجل. يعني هو راح غير لي البتاع اوتوماتيك قطع. انت مسكت ده كده كله رحت انت عملت هنا ايه ميرور مان كوبي اهي اهي. طب وانا ينفع الحمهم؟ اه براحتك امسك هنا دي كده وهات سناب وهات من هات كده شوف السناب ده واخد ايه هاخد فيرتكس اهي وامسك دي كده اهي واروح ماسك دي هو ايه اللي بيلحم فيرتكس اروح ماسك البوينت دي كده واروح جاي عاملها هنا واقول بص كده شايف الكورنيش الجديد عامل ازاي؟ من نفسه في نقطه مش فاهم حضرتك عامل لها انستنس ولا اه انستنس طبعا ما انت اهو ما انت خدت بالك اهو يبقى كده يعني انا اصلا ممكن اعمل لها كوبي وامسح الاصل لو حبيت مثلا يعني اوعى إيه تمسح زي يعني ما انا مش هعمل كده بس انا بسال يعني اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك ايه؟ انا خالد. خالد ايه؟ ما انا عارف. خالد احمد طلبه. حلو، هل ينفع تكون خالد من غير احمد؟ هي دي نفس القصه. اوعى حسك عينك اي سكشن من السكشن بتاعتك ضده يعني. اخفيها، ممكن كليك يمين تخفيها، لكن ما تلغيهاش. وصلت؟ تمام اه. طيب انا عايز منكم حاجه بقى. اللي انا عملتها دي تتعمل، ما اتعملتش مش هخلص النهارده لما تتعمل، مش هديكوا واجب لما تتعمل. مش هدي شرح ولو حرف لما تتعمل. ماشي يا زكي؟ تمام ماشي يا باشمهندس. حاج زكي ماشي يا باشمهندس. ماشي طب هقول لك حاجه اخيره بس. لو عايز تاكل عيش من البرنامج ده انا هشربه لك زي ما بتشرب كوبايه الشاي. مش هقول لك اكتر من كده. هو احنا عايزين يعني انا بالنسبه لي لازم افهم. ماشي تمام بس عايز تطبقه على عماره، عايز تطبقه على ديكور، عايز تطبقه على رسم عربيات، عايز تطبقه على برودكتس اللي هي المنتجات ثلاجات غسالات ميكروويف والكلام ده، عايز تطبقها على صناعه كوبايات، عايز تطبقها على صناعه مثلا اللي هي الاباليك واللمض والنجف ما بلاش. خلاص؟ يلا اعملوها وبعتها لي. يلا خلاص احنا بنتكلم على برويز او زي ما انت قلت بانوهات او حاجات مالهاش علاقه بعماره او دي. هو عباره عن برواز ماله؟ حاجه هنا من موديفاي واقول له اس دبليو. اه
ثم يوز ثم تك ثم هاخد السكشن بروز ولا مش بروز. تمام تمام وخلاص. طب انا دلوقتي لو عدلت على الشكل ده بتعدل عندي الاثنين. ده بروز. تمام. لا والله ده انا شغال في واحد شغال بقى شغل ارابيسك. حد عارف شغل خالد الخليلي والارابيسك والكلام ده كله؟ تمام. دي حته ارابيسك. لا يا راجل حته ارابيسك ازاي يعني؟ حد فاكر بتعمل ازاي ارابيسك؟ مش احنا خدنا امر ليس امبارح؟ تمام يا راجل. وتتاخد خشب وتكرر قطر. طب مش فاهم ازاي يعني. حضرتك تعالى هنا كده وتعالى هنا مقايمه تولز اري واجي اقول له هنا كوبي عايز 10 نسخ ريفيو فرق في الاكس قبل كذا. شايف حاجه؟ انا كل ما زودت في الاكس كل ما المسافه بينهم بعدت صح؟ طبعا. وفي الواي وفي الزد زي ما احنا خدنا في اري حاجه هنا في الزد والله انا عايز هنا اهو كذا نسخه اهي وادي فرق المسافه. شغل مش ابيات اللي هي بتاعت العربيسك بس طبعا عشان هي زود فيرتكس وكده. بصي زي اللي احنا بنشوفه في المساجد حتى. ايوه بالظبط. هي دي يا جماعه اللي كانت هي دي اللي كانت كورنيشن شويه. هي مال دي ومال دي. هي دي فكره صح ولا مش صح؟ تمام. لا ما اقصدش ده. انا راجل فاتح جيم ودي طارد حديد من اللي هي بيرفعوا اثقال. تنفع ولا ما ينفعش؟ تنفع جدا. لا انا راجل بعمل ماكينه مطور خلاص يعني اقصد عيشي الفكره وابتدي انت اشتغل بيها. لا ده انا هاجي هنا كده انا عايز انا شغال في وحدات الاضاءه يا جماعه. ماشي خلاص يعني نعمل ايه يعني؟ خلاص انا مسكت دي كده وهاجي دي كده. انت قاعده بقت فين؟ كانك انت معاكي قلم رصاص ورق. ايه ده؟ ودي جت فاضيه اهي يا راجل اهي. انا ممكن اجي هنا كده واقول لو سمحت انا هخليها هنا 180 درجه بقت وحده اضاءه. وحده اللي هي حديها ستانلس حد لها جولد وسقط جواها لايت اتحط على الحيط. طب هي دلوقتي مفرغه انا لو عايزاها تبقى من جوه كامله. طيب ما خلاص ما تشيليش بقى الاوت لاين بتاعها. ما تعمليش اوت لاين. ما تعمليش اللي انا عملته ده. هي اصلا كانت سوليد اهي يعني. هي دي كده كانت سوليد يعني قبل ما تشيلي النص بتاعها اللي هو ده ما تشيلوش. انت معايا ولا فين؟ يعني كنت تبقى في خط. لا يعني هي اتعملت نص نص من تحت ومفرغه من جوه. انا عايزاها تبقى نص برضه بس مليانه من جوه. طيب ما تعمليه ادي لاين. مش احنا خدنا دي؟ ادي هنا سيجمنت. امسكي السيجمنت اللي انت عايزاه. ادي هنا النص الفيرتكس دي انا مش عايزها. دي خلي ادي فيرتكس. وفي عندي هنا اول اسم كريت لاين. اجري دي كده. اجي هنا بالسناب. اجي هنا بالقرص. شيل الزوايا دي. اجي هنا ترم. بس خد بالك السناب بص لو عاطفين معاكي غلط ازاي؟ طيب حاجة عاملة ايه طيب؟ هبتدي انا اخد السناب اللي هو 2 واجي اخد هنا كده امر كريت لاين. معلش هو دلوقتي هي كانت مفرغه عشان هي كانت شكل بس كده مش مقفول. ايوه لكن احنا لو قفلناها زي كانها كورنيشه هتبقى ما يعني مصمطه من جوه. ما انا استغربت يعني حتى بفكر وانا بتكلم معاكي استغربت ان انت مش مجمعه. لا انا بس اتلخبطت يعني. لا براحتك. بص اهي واجي هنا فيرتكس واجي ماسك البوينت دي كده كلها واقول له ولد لو سمحت واجي اقول له هنا اجريس. تمام. تمام بقت اللي هي الجبس اللي بتحط في السقف او ممكن تنفع عمود الترابيزه. وتشيل منها سيجمنت كده وتشيل منها السموز بتاعها. تمام. ممكن تنفع شمعدان لكل البرودكت يعني. بص الماكس ده ما يخصش حاجه معينه انت بقى وخيالك. عشان كده كنت دايما بقرص الموضوع الخيال ده في الاول. اتفقنا؟ تمام. واجي اضيف له هنا نقط. طب اعرفها ازاي؟ هاجي هنا بالسناب وهاجي هنا اخد هنا ميد بوينت اهي اثنين اثنين ونص اهي ريفاين اهي ادوس
وحدد كمية النقط اللي عايزها. الريفاين دي بتعمل ايه؟ اضافة نقطة. تمام. وامسك البوينت دي كده واقفل دي كده واروح جاي طالع. امسك النقط دي كده كلها لو عايز تحليها كورنر بوينت ده. حاجه هنا فلت اهي واروح عاملها هنا فلت. وصلت؟ تمام. طب نفصلهم بقى ازاي؟ ليه افصلهم ليه؟ لا حضرتك كنت فصلهم من النص كده، قصيتها من النص. اه قصيتها عشان لو في شباك. يعني هنا فيرتكس واجي اقول هنا ريفاين اهي واضيف النقط واجي هنا سيجمنتس اروح جاي ماسك البوينت دي كده اللي انا مش عايزها اهي ثم دليت. بس تمام. ممكن دليت او تريم دلوقتي الشكل لما تيجي ترسمه، انا عايز الشكل زي ما اللي انا برسمه بالظبط. مش عشان هو انزل، لا انا عايز مشاكل ان انا برسم حاجات معينه عشان اشوف منها مشاكل. خلاص فانت الشكل اللي انت جاي بترسمه اهو ده اللي هو 2 دي. خلاص انا بكلمك على المبنى اللي احنا رسمنا وقعدنا نعمل بروبوليان والكلام ده كله. طيب بعد ما انت جيت رسمته طبيعه الحال ان ده هيكون معمله هنا اوت لاين. من دي الحيطه. وبطبيعه الحال برضك ان انا هروح اعمل لها اكسترود. ايوه انت بتعمل ليه كده؟ انا بعمل ليه كده عشان اوريك بس موضوع السناب اللي هي 2.5. يعني ايه السناب 2.5؟ انا برسم 2 دي على 3 دي. ده المبنى اللي هو كان عباره عن ريكتانجلز او انت جايبها من الكاد ورفعتها وعكسها. خالد انت معايا صح؟ خالد. يا باشمهندس مع حضرتك. بتروح فين يا خالد؟ مفيش، المايك مقفول بس بيعلق على مفتاحه. طيب. بص ادي شكله. طب انا ايه المطلوب مني؟ دي واجهه العمارة. المطلوب مني ان انا اروح ارسم كورنيش. المطلوب منك حاجتين، يكون في عندك باص ويكون عندك سكشن. ايه الباص ده؟ اللي هو عباره عن الشكل اللي انا هرسمه هنا اهو اللي هيركب عليه السويب. حاجه هنا بالسناب. حاجه اخد منها جريد بوينتس وفيرتكس. جريد بوينتس لا ده انا محتاج فيرتكس بس. خلاص هي دي. انت مش محتاج الا دي، ده الباص شايفه؟ حد معايا ولا فين؟ ايوه باشمهندس. محتاج بقى السكشن، ايه هو السكشن ده؟ اهو حاجه هنا بالسناب 2، حاجه هنا جريد بوينتس ودي فيرتكس، وابتدي ارسم السكشن بتاعي. نرسم السكشن بالظبط زي ما انت شفت. ايه ده؟ ده مش راضي يلقط معايا، كبر. ريح، حاول تريح نفسك، يعني انت ما تصعبهاش على نفسك. لان انت خلي بالك انت لو خدت شغل الماكس ده كواجب او كحمل فوق دماغك انت هتزعل. الله اكبر الله اكبر. هتبقى انت جاي كده وعامل كيرف. هاجي كده. كده. هتيجي هنا كده واروح اخد دي كده. اه تمام. هجمع ده ازاي؟ زي ما انا عملت انا واحده. حط السناب اللي انا مش محتاجها، امسك سيكشن، هاجي هنا موديفاي، ضرب منك، ارجع تاني خليه فرونت. حاجة راح جاي هنا عامل اتاتش، اتاتش حاجة هنا فيرتكس، جاي ماسك كل دولت، وراح جاي عامل هنا بول. خلصت، راح ماسك كل دولت اهي، وراح جاي عامله هنا كده ايه بول. فر دي مجرد حاجة جمالية بس انت لو حابب تعملها. حاجة بقى مهمة قوي كانت مرة ورا تاني، ان انت عندك هنا الباث او السكشن لازم يكون البيفوت موجود معاه عشان يظبط معاك وما يبقاش فيه مشكلة. في عندك كارثة انا عملتها وقاصد يعني خلينا ما نتكلمش عليها دلوقتي، اللي هي ايه؟ انا معايا ادي الباث اهي. وايه الخطوات؟ ده الباث ماليش علاقة بالعمارة. الباث اهو، واجي هنا من السويب الموديفاي، اقول هنا اس دبليو، ادي سويب. خلاص. بيطلب منك ايه؟ يوز كاستم سكشن. بيك وروح واخد المصيبه دي. دي الكارثه اللي بقول لك عليها. حجم السكشن بالنسبه للمكان كبير قوي. فالناس هتعمل ايه؟ هتيجي تصغر دي مش هينفع. هتيجي تصغر السكشن ده مش هينفع، ولا حد ولا هيعبر حد. طب ايه السبب؟ لازم تبقى واقف على اس بي لاين او لاين اس بي لاين بتاعت السكشن دي. واجي كده واروح جاي عامل دي كده. حد معايا ولا فين؟ ايوه ايوه معايا. بعد ما انت عملت الكلام ده
هتلاقي مفرقه كده خلاص. انت عندك من جوه امر سويب اللي هو بتاع الباس اللي هو ده، حضرتك هتيجي كده وحضرتك هتيجي هنا كده وهتيجي تقول له الاكس اوفست او الواي اوفست اهي عشان ابين دي مكان. طب تمام خلاص، ده ملوش اي علاقه باصل المبنى، ده عباره عن باس وراكب عليه ايه سويب. جيت انت قلت لنا من شويه انت بتروح تعمل فراغات او تروح تعمل كيرفات، خلاص انت في امر احنا اتكلمنا فيه اللي هو امر اسمه ريفاين. ايه ريفاين ده؟ ريفاين ده اللي هو بيضيف له نوع. انور انا ماسك الشكل واجي هنا كده فيرتكس ومحتاج يا مروه اجي اقول له هنا ريفاين ومحتاج ان انا اضيف. عايز تعمل ايه؟ عايز اضيف نقط في النص واعمل كيرف، خلاص يبقى ده تيجي هنا محتاج اوتوماتيك السناب. طب انت اخد السناب، ما انت اللي محتاج، محتاج تعمل شكل وقاتل مظبوط، حتى هتيجي هنا هتضيف نقط. طب سناب 2 مش شغال ان هو خلاص بقى مجسم، فتضطر تاخد 2 ونص ريفاين اهي تمام دي كده. طب عشان اخد دي اقفل السناب، ليه قفلت السناب؟ ان انا لو جيت سبت السناب هتطلع معايا في اي حته تضرب. طب انت عرفت منين؟ هي خبره وبديها لك. همسك 3 نقط واروح جاي من هنا كده معاهم واقول له هنا امر فيلت لو سمحت. ليه فيلت؟ عشان انت محتاج ده في الديزاين. ترجع لامر السويب هتديك الشكل. هتلاقي عندك مشكله ان هو مضلع، تمشي بقى مع المشاكل على حسب ما انت بتطلع وتشوف، ما تاجلهاش لحد الاخر. هتروح انت جاي لاصل اللاين، تروح انت جاي هنا، هو الراجل ده قال لنا ايه؟ ان الستيرس بتزود النعوم. خلاص. طيب جيت تاني عايز تعمل هنا اهو في شباك مثلا في النص، مثلا هاجي هنا ريفاين. فيرتكس ريفاين، واضيف قيمه مساحه او مكان الشباك. هاجي هنا ادي سجن. واجي هنا سيدي كده ثم دي. حد معايا ولا فين؟ ايوه طيب هي العمليه بس بمنتهى السهوله واحده واحده، السكشن ما تلغوش خالص، تروح تعمل له لو عايز اكملها ثانيه يا باشمهندس بعمل لاين اللي انا قطعته ده وبعمل له ولد؟ لا انت هتيجي هنا كده من فيرتكس وهتلاقي في عندك هنا اهو كده امر اللي هو عكس تريم اللي هو حاجه اسمها اكستند. تعالى هنا ادي اس بي لاين وهتلاقي اكستند اهو. تمام تمام ده بالنسبه للكورنيش اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. حاجه ثانيه الارش اللي احنا خدناه المره اللي فاتت هتعمله ازاي؟ خلاص احنا اتفقنا ان هنشتغل 2 دي. واجي هنا سناب اخد جريد بوينتس وفرت بس فقط اروح جاي ماسك دي كده. طبعا انت عينك على الجريد اللي هي بتاعت الارض اللي هي عدد المربعات زي ما احنا خدنا في بدايه المحاضره النهارده. طب هعمل فيهم ايه دول؟ همسك ده واجي هنا موديفاي واجي هنا اد سبلاين اهي واجي اروح جاي هنا عاملها اتاتش اهي واروح واخد شيل شكرا صدمه. اجي هنا ادي اس بي لاين ثم اجي اقول له هنا ترم واروح جاي له ثم اجي هنا فيرتكس ماسك البوينتس واجي اقول له هنا ود. ممكن انا براحتي بقى ممكن اشتغل، لكن انا لما الاحظ حاجات خضراء فدي ممكن احولها يعني كليك يمين اخليها كورنر، انا اعرف نفسي ليه وامن على نفسي. طالما انا مش محتاج كيرف. في عندك هنا في كيرف، طب انت هتعمله ازاي؟ حاجه كده ادي سيركل وهاجي هنا فيرتكس واجي اقول له هنا فيرتكس ماي بوينت عشان اخد دي كده. ثم همسك اصل الشيب اللي هو ده ثم حضرتك هتيجي هنا كده وتقول له اتاتش اصلا. ثم هاجي هنا سيجمنتس واروح جاي ماسك الاثنين واقول له ديليت. هاجي هنا فيرتكس واروح ماسك ده كده واجي اقول له هنا ويلد يا اسامه. مش هو ده يا جماعه القرش اللي احنا خدناه؟ ولا في شكل مختلف؟ بس هو مش ناعم. هو شكل مختلف سنه. لا هو مش شكل مختلف سنه ولا حاجه، هو مختلف كتير. هو الكيرف اللي في النص. هتيجي بقى شايف انت هتمسك النقطه دي وكليك يمين عليها تخليها هنا كورنر بوينت تطلع ايه؟ اسهل كده؟ احسن اهو. اجي سيجمنت اروح ماسك دورك كده واروح جاي شيفت واروح طالع بلوك. طيب خلي بالك انت محتاج تفصل، يعني هاجي هنا اس بي لاين امسك ده واجي اقول له لو سمحت تروح اعمل لي هنا ايه ديتاتش عشان افصل ده. شكرا. يبقى انا كده معايا اصل الكتله حاجه الشفه الصغيره هاجي هنا اس بي لاين وهاجي اعملها هنا اوت لاين اهي كده. يبقى انا كده من حقي اخد كل واحدة من دول تعملها هنا الاكسترود الخاص بها، يعني ادي كتلة ادي هنا موديفاي واجي اقول له هنا اكسترود اهي وادي الكتلة بتاعتك. طيب ثم دي
اجي هنا موديفاي واجي اقول له هنا اكسكلود واجي اغير لونها او اسيبها زي ما هي. هاجي هنا بالاثنين بثلاثه ماسك دي كده اهي هذا هو ازوم كده اهي اهي ثم اجي ازود الثيكنس كده اسهل وانضف ادق وصل لا تمام في حد عملها كده لا بصراحه طب انا محتاج منكم بس بعد ما تصلوا او بعد ما تطلعوا بريك انا محتاج دي تعمل كويس كده وابعتوا لي على الواتساب تمام اللي انا عزبتكم فيها بتاعت نقطه الميه ريبل ايوه ايه دي اسمها ايه سبيس رابس اي جيومتريك وهتلاقي عندك مين هنا ريبل ايوه هتشوف ايوه شمس تعال نرسم هنا اي اوبجكت وليكن مثلا سلندر مثلا في الحته دي كده ماله يعني انت هتعمل ايه في السلندر ده اقول اهم حاجه تكون في عندك سيجمنت زياده كده وسايد زياده كده ايوه يعني ثم هتعمل ايه اقول همسك عندي الشكل ده كده وهربطه بده ايه هو امر الربط في عندك هنا بمسك الكتله وفي عندك هنا نفس شكل الويفز اللي هي اسمها باين سيلكت باي نيم وهاجي اخد الريبل اهي لا مش فاهم ايه اللي حصل يعني ولا اي حاجه الحق تبص اللي حصل الشكل انت شايف ولا ايه ايوه شونز بقى متموج برضه هاجي اخد التايم فريم لحد 100 واقول له اوتو كي سجل وهاجي بامر موف عادي همشي الشكل ده كده بص كده هيمشي ازاي خليني اقفل سناب اندو اقفل سناب بص واضح طبعا انت تقدر تعمل هايد للرابس دي كلها مش عايز تشوفها يبقى انت هتشوف ايه بس هتشوف الافكت اللي انت جيت عملته اللي هو ايه اللي هو بص حلوه يا شمس بص نفس القصه بردك كل القايمه دي بقى هي عباره عن مجموعه افكت ايه بقى مجموعه الافكت دي في اللي هي الانفجارات لو انت حبيت انت تعمل انفجارات دي كتله اهي وهاجي بالرابس بجيب من النار لو عايز اعمل نار يا عم مش ناقص الجو حر خلقه بص همسك كتله وادي راب سيلكت باي نيم هاخد البوم او مش بوم ايه ده ولا اي حاجه انفجرت يعني بص كده لما تيجي تعمل هنا بلاي هتشوف حاجه ممكن مثلا لقيت انفجر بقى بشكل مش سيمتري طبعا بص كده خش الموديفاي بصي اللي هي حاجات بتاعت عيد الميلاد بصي الشكل اهو فين الحاجات دي من بدري يا باشمهندس؟ اه احنا حلوة فين الحاجات دي من بدري؟ انا عايزك تقول جزر بس بص ايوه اه حلوه دي ينفع كل واحده تاخد لون ولا طبعا. يعني ده افكت تبقى ملونه كده طبعا تاخد حاجه تانية ولا تجربوا دول الاول ناخد كمان واحد كمان واحد هتلاقي في عندك هنا اهو الويفز ايه ده ويف زي اللي جوه بس دي ممكن نطبع عليه انيميشن يعني ايه الكلام ده انت رحت جبت هنا اهو كده بلين مش لازم بلاي اي شكل المهم ان الويف دي بتديك شكل الويف فعلا يعني وتقدر تغير في شكل الويف يعني ايه اغير في شكل الويف يعني ازود مثلا اللينث اخليها صغننه كبيره الفيز بتاعتها والحركه بتاعتها السايز ممكن اغيرهم طول وعرض دي طولها وعرضها والديكي مدى الايفكت بتاعها يبقى مرن ولا في كيرف زياده السيجمنتس ازودها او انقصها زي ما انا عايز المهم فانت عندك هنا اي شكل انت عايزه يبقى ماشي زي السحابه كده او ماشي زي السجاده الطايره فانت بتروح تعمل هنا وكده حد عارف السجاده بتاعت علاء الدين بتاع زمان ولا ايوه الكلام ده ايوه حاجه خلي اهم حاجه بس مشكلتها ان انا اروح ازود هنا سيجمنت ثم امسك دي كده اهي
بس طبعا كل ما زودت سيجمنت كل ما الشكل عندك ازداد نعومه اكتر. طب حاجه دي باين سلكت باي نيم وهاخد الويف. ايه اللي حصل السجاده دي؟ بقت خدت نفس الشكل. اروح جاي مسجل تايم فريم واقول له اوتو كي سجل وهاخد الشكل ده كده اهو واروح ماشي بيه كده. شايف حاجه؟ اه طيب اخفي بقى الويفز دي اللي انت مش عايزها، هي كده كده ما بتظهرش في الريندر. بص لما تيجي تعمل بلاي هتشايف؟ ممكن ممكن على فكره انت ممكن تعملها وهي واقفه ثابته. يعني يعني ممكن اخد ده كانه على مصر واحط عليه الصوره لما نيجي ناخد ماتيريال واجي اسجل هنا تايم فريم اوتو كي سجل، ان انا هاجي هنا من جوه موديفاي للويفز نفسها اللي هي دي وراح جاي مسجل حركه الايه؟ الفيز بتاعتها هي دي. شايف؟ لطفي اعمل بلاي. بص ايوه تمام حلوه. اما تيجي بقى في اصل الكود لو انت بتعمل ديزاين انت بتقول انا عايز اعمل راس تعبان فعلا، حلو؟ ادي الشكل اهو. ايه ده هو انت هتعمل تعبان ازاي؟ لا التعبان ما اتاخدش كده. التعبان لما تيجي ترسمه في حاجه، هو احمد زي كده؟ موجود يا باشمهندس. اه انا هاجي ارسم الشكل ده كده بس دي لسه مش الوقت، حلو؟ عشان احمد هيتضايق بعد شويه. واجي ارسم السكشن بتاعك، السكشن بتاعك اللي هو السكشن التعبان اللي هو جسم التعبان نفسه، وهتيجي تركب دي على دي. والكلام ده احنا هناخده في الغالب بكره او بعد بكره. اه جاي هنا كده واجي اقول له هنا اهو لو سمحت روح اعمل لي الايفكت اللي هو بتاع تركيب الشكل على الجسم. الو امسك هنا اهو باص واجي اقول له هنا جيت شيب واخد ده. ايه ده ايه ده اللي انت استفدته ده؟ لا ولا اي حاجه، بس اصبروا معايا بس. انت انت بتبص بس، مجرد انت بتبص عشان لا اقصد جيت شيب. خلاص واجي هنا اهو كده الموديفاي وابتدي ان انا اعدل الشكل. تعبان ده ولا مش تعبان؟ تمام تعبان تعبان يعني صح؟ تيجي بقى للجزئيه دي كده وتبتدي انت تشكل فيها اللي هي دي. يعني ايه اشكل فيها؟ يعني هي المفروض اصلها عند الزيرو دي المفروض راس التعبان اللي هي دي، شايفها؟ تيجي بقى تمسك انت راس التعبان ده، يعني تمسك انت راس التعبان ده وتبتدي انت تشكل فيه، بحيث انت لما تيجي تمشيها عندك على الويفز يبقى ماشي بنفس الكيرف. مش عايز اخش في تفاصيل دلوقتي، احنا كده كده هناخدها تفصيلا. هي هي اللي بترسم عمود، هي هي اللي بترسم شكل التعبان، وتمشيه بقى على الويفز رايح جاي يفضل يتحرك. مش عايز اتعمق فيها عشان في ناس هتتخنق يعني. ما اعرفش انا قلت لكم ولا لا. قلنا قبل كده ده؟ حضرتك عملته بس ما شرحتوش. ده ممكن يبقى بني ادم، ممكن يبقى ديناصور، ممكن تتحكم في كل جزئيه فيه. اهي انت شايف حاجه؟ في صوابع اهو، في ايديه، في كونتنت ده الهيكل العظمي بتاعه. عايز احركه، شايف العجله دي؟ ايوه. شايف الستبس دي؟ شايف كريت دي؟ فكريت الستبس. طب انت الاول بس عايزه يمشي ولا يجري ولا يقفز؟ تحب ايه؟ ما تختاروا يا جماعه. خليه يقفز. خليه يقفز. خليه يقفز. خليه خليه يمشي وبعدين يقفز وبعدين يجري. انتوا ما صدقتوا بقى. وخليه يجنن كمان. فرصه. خد بالك؟ فرصه بقى. بعد ما انت عملت الستبس انت عايز تركب الكائن ده على الستبس دي. طبعا هي ما بتتقالش كده، ما بتشرحش كده، هي ليها اسلوب معين. تعال اعمل بلاي ولا اوتو كي ولا احزم. بص
وصلت؟ احنا مش هنس ينفع بدل الشكل ده يبقى شكل شكل رسمي يعني. طبعا ينفع ندخل ايه الموضوع ده؟ بص ما هو اي شكل ما بيبقاش عبارة عن شكل لما لازم ترسم للهيكل العظمي بتاعه ده. احنا دلوقتي بنتكلم على اللي هو ايه الكنبة اللي هي ده. واجي هنا كده الشكل واجي هنا موديفاي واجي اخد هنا ايد سبلاين واجي كده هنا سيجمنت واروح ماسك النص ده واقول له دي عايز امد هنا خط. انا في عندي هنا سناب احنا خدناها وهاخد هنا فيرتكس اهي واجي هنا كريت لاين والقرص انا محتاجها عشان امسك ودي نفس القصه. اجي هنا فيرتكس وامسك الاثنين واجي اقول له هنا ولي اللي هي الحنة. ثم اجي هنا اس بي لاين ثم اجي هنا اقول له اوت لاين اهي والحمد لله. ثم اجي هنا من موديفاي واقول له هنا اكسترود واروح مديله هنا تخانه او ست مضطر ان انا اروح ازود ممكن اخليها هنا مثلا 2000 اهي اروح هنا ازود سيجمنت اهي واجي هنا من موديفاي اقول له هنا بن اجي احدد بقيمة البند طبعا ممكن اعمله 180 درجه مثلا ماينس 180 درجه او 90 درجه على حسب بقى الشكل انت عايزه. الكلام ده هتطلعيه في حدود قد ايه؟ من زيرو لحد مثلا فرضا 1000 يبقى انت بتروح تعملي البند في الحته دي بس. وصلت؟ ماشي. حدش فكر في الـ في الـ في الحته دي ليه؟ الحديده اللي تحت عامله ازاي؟ سلندر برضو بند. بس اقول لك حاجه مش احنا اتفقنا على موضوع توفير يعني انت هتبقى ريكتانجل وهنظبط الزاويه بتاعتها عادي وبعد كده نديلها بقى شنط عادي ريكتانجل وحاجه اظبط الزاويه بتاعتها ماشي ثم هندي بقى هندي بوكس او مش احنا اتفقنا احنا نوفر احنا ايه؟ نوفر زيرو ما فيش حاجه اسمها هنا ريندرنج انيبل ريندر الفيو ريندر تمام وازود هيكنس يبقى انا كده ما عنديش طالما حاجه مكرره وهو يا زيرو فيرتكس صح؟ تمام طيب ايه تاني؟ طب المكتبة اللي في الجنب دي يا باشمهندس هتبقى اتنين سيركل برضه وهنعمل بينهم التقاطع ولا هيبقى نظام ايه؟ طب ما حدش يتكلم عن الكرسي ده. ما هو نفس الفكرة تقريبا بتاع الكنبة. ممكن اجيب سكشن 2 دي او ممكن اجيب اسهل على نفسي بقى. طب ما انا اروح اعمل هنا تيوب مش وارد واعمله سلايس ما انت في النهاية انت بتسهل على نفسك اهي صح؟ تمام هنا موديفاي يعني انت مش لازم كل حاجه تبتدي 2 دي انت بتشوف الاسهل بالنسبه لك اروح ماسك دي كده واروح جاي ماسك دي كده هو المشو اندو شيل سناب واروح جاي عامل دي كده شايف؟ لا هي مش ايه تاني؟ والشباك مش ده شبه الشباك اللي انا عملته من شويه؟ مش بتكلم على ماتيريال انا بتكلم على شكل على شيء. خلي بالك المبنى كده من جوه هيبقى ثلاث الوان كده يعني ثلاث الوان جوه وفي استربايه في النص وفي عندك شيب وتحت دي رحت فين؟ مع حضرتك يا باشمهندس. طب احنا ممكن نعمله دلوقتي. هنرسمها ازاي طب الاول؟ ادي شيب اهو. واجي هنا لاين. واجي هنا بالقرصو او بالسناب. انت شغال سناب 2 دي.
وهاف اوف جريد بوينتس فيرتكس ماشي كده. طب ثم اجي هنا موديفاي واجي اقول هنا سبي لاين واجي اديله هنا التكنس او التخان اندو في الاورسو او السناب واجي هنا بقى امسك ده كده وراح جاي مطولها لو عايز. طب ثم انت محتاج منها قد ايه؟ محتاج منها ان هي تبقى معمول لها اكسترود لونها ايه؟ لونها اخضر. طب في منها كام نسخه؟ الشكل ده كده اهو هعمله بس كده شويه ثم هاجي هنا كده بالسناب 3 دي وهاجي هنا شيفت واروح عندي كده اهي عندي كده ليه؟ عشان دي هتقلل الثيكنس بتاعها كده ثم تيجي تدي لها هنا درجه لون ابيض ده اللي هو الفواصل الصغننه. بعد ما تعمل دي كده امسك دي كده وشاف واخد منها كذا نسخه عايز منها كام واحده؟ عايز خمسه أي. ليه؟ عشان الثلاثه دولت حصل سناب اروح ماسك دي كنترول وامسك دي كنترول وامسك دي واروح اعدلهم اي درجه لون جراي اقول له هنا اد كاستم كالر واخد اللي هي لون جراي فاتح كده اوكي شايف؟ حد معايا ولا فين؟ نعم الارضيه ايوه شانس نجيب هنا بوكس اهي وادي هنا جريد بوينتس وفيرتكس اهي وراح راسم من هنا لحد هنا بس اي تخانه غير زيرو. طيب ثم هاخد منه نسخه ثانيه تحت هقفل الارسو او السناب واروح جاي واخد دي كده شايف تروح نازل كده رايت كليك واجي اخليها هنا زيرو الاثنين اللي فوق ولتحت كنترول وامسكهم واجي اديلهم هنا لون ابيض اي بس ده الدنيا ضلمه لو الدنيا ضلمه عندك خش هنا على اللايتنج اند شادوز شيله يعني خلي كده هنا هاي كواليتي اهي خش من جوه كده شيل الشادوز عشان تفتح على كده من جوه قول لو سمحت انا عايز الديفولت لايت حد معايا ولا فين كده انت بقى عندك المكان كده جوه وتعمل الكنبه اللي احنا عملناها وحطها. طب ما باشمهندس معلش ممكن الحته دي تاني؟ بتاعت ايه؟ ثانك يو بس. اللي هي بتاعت ايه؟ الالوان. بمسكها والونها. امسك دي كده والونها. هي متقسمه. ما تمسكيها كده كنترول وامسكي اللي انت عايزاه اهو. وتعالي هنا غيري الالوان. انا عاملاهم اجزاء مختلفه مش حته واحده. ايوه معايا. تمام لازم تبقى اجزاء لازم تبقى اجزاء مختلفه عشان تقدر تلونهم كلهم يعني اقدر امسك دي لوحدها ثم دي لوحدها ثم دي لوحدها واقدر اديلها هنا اللون اللي انا محتاجه اهو شايفه تمام عشان ما فيش طريقه اضيف بيها الكود بتاع اللون في طب انا في هنا تشتغل وعندك هنا اد كاستم كلر مش هتحتاج زي الار جي بي وسي ام واي كي لكن انت ممكن تنقي هنا اهو كده الكود او تنقي اللون من الموجود او تحط له هنا اهو الايه الار جي بي كالر لا في في كود بيبدا بهاشتاج كده يعني لون مثلا معين بشوف على ده فوتوشوب بقى ده فوتوشوب والستريتور تمام انما هنا ارقام بإذن وصلت تمام يا باشمهندس في حاجه ثانيه طيب او في حاجه صعبه